أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. في الحقيقة اليوم معنا مجاهر جديد، مجاهر رائع. يعني أنا شفت له كم فيديو، شيء رائع بصراحة، مثقف. الحقيقة اليوم معنا أنا مجاهر جديد يظهر مجاهر رائع عندي، يعني أنا شفت له كم فيديو شيء. آسف على العطل الفني، يعني أنا على أساس خفيت الصوت والصوت ما اختفى. طبعا المجاهر معنا اليوم ديفيد، رجل الكهف. خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي ديفيد. أهلا وسهلا صديقي جان حبيبي، أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك، منور الشاشة اليوم حبيبي، تسلم، منورة فيك حبيبي. أخي ديفيد. يعني نحن متعودين بطاقة شخصية للضيف، فعلو تعرفنا بشخصك الكريم، تعرفنا مين هو ديفيد رجل الكهف، وبالتحديد بدنا نعرف لماذا رجل الكهف. طبعا ممكن تشرحها بعدين إذا بدك، يعني في إطار حديثك عن تاريخك، يعني ما في مشكلة، بس تفضل. ايه، بتوقع قصة رجل الكهف يعني هي شوي مضحكة بنجي عليها لاحقا. انا عادة بعرف حالي انه انا انسان ولدت في مدينة دمشق. بعتبر حالي اليوم باحث لا اكثر ولا اقل، بشكل حر وموسوعي. عادة انا بكتفي بهذا التعريف، لكن بعرف لضرورة هي الحلقة فلازم اعرف اكثر عن حالي بافكاري وكذا. ففيني اقول لك يعني ولو بتحفظ على بعض التصنيفات، لانه انا ما بحب عموما صنف حالي، بقول لك انا مثلا توجهي الفلسفي واقعي ساذج اليوم، توجهي السياسي انا يساري، فيك تعتبر متشدد شوي يساريا، سياسي فلسفي، فلسفتي السياسية هي مثالية الحقيقة، وميتافيزيقيا بعتبر حالي ملحد ايجابي، ولو مثل ما قلت لك ببعض التحفظات، لأني ما بحب أعتبر كشخص مصنف أكثر ما أكون مجرد إنسان حر. يعني قصة رجل الكهف مثل ما قلت لك بنجي عليها لاحقا، بعد ما ممكن أحكي لك شوي كيف درجت ببعض الأفكار وقت عملت القناة يعني لحالها القصة. أكيد أكيد أخي ديفيد، أكيد. طيب ديفيد، نحن رح نبدأ حلقتنا ب يعني تحكي لنا عن نشأتك الدينية، وكيف بدأت الشك، والمراحل اللي مررت بها وصولا لليقين، يعني يعني بشرية الأديان، خلينا نقول، وعدم وجود إله. يعني خلينا نبدأ من طقطق السلام عليكم فيها، تفضل. شوف جان حبيبي، أنا بداية إذا بدي أوصف الحالة النفسية اللي كنت عايشها وأنا طفل، اليوم فيني أفهم إنه أنا كنت يعني أتعرض ذهنيا لحالة شد ما بين أقصى طرفي التفكير البشري. يعني إذا تخيلنا الفكر البشري مثل ما أنا سبق مرة حكيته بإحدى التسجيلات تبعي، الفكر البشري يتقسم ما بين الميتافيزيقيا ومثالية أفلاطون تشكل قمتها، وطبعا الأديان بالناحية الصوفية فيها، والواقعية الساذجة أو المنهج العلمي التجريبي يمثل قمة الواقعية اللي هي نقيض هذه. فأنا من صغري كنت أتعرض لعملية شد ما بين هدول الطرفين. كيف؟ الحقيقة أنا أكثر شخص أثرت فيه وأنا وصغير كان والدي، يعني هو is my hero، كان ومثلي الأعلى ولا زال، يعني شخص كان صديقي أكثر ما يكون والدي. هو رجل عنده عدة قواعد بالحياة أخذها من صغره، إنه هو بيحب يتعلم أي شيء وعن كل العلوم، وما في شيء ممكن يعجز عنه، إنه أي شيء يقوم به إنسان فأنا أتعلمه. فكان هذا الرجل بالنسبة لي اللي بيعرف كل شيء ويعرف بأدق العلوم، فيزياء، كيمياء، رياضيات، وعلوم التطبيقية بأدق حذافيرها. ومن أنا وصغير كان يحطني ويعلمني هاي الأمور، وكنت فعلا يعني مأخوذ تماما بروعة العلم وروعة التكنولوجي اللي البشرية طلعت فيها بمختلف المجالات الحياتية عموما كعلوم تطبيقية. هذا الشيء فعلا كان كتير مؤثر فيني ويخليني أعيش بحالة هيام من الدقة والعمق في التفكير البشري اللي كان يوصلنا للتكنولوجيا تبعنا. لكن بالنقيض، أنا كنت عايش كبيئة مجتمعية دمشقية أساسية، عائلة محافظة تقليدية،
من النوع مثلا، يعني والدي من اتباع الدكتور البوطي مثلا، كان يحضر له دروس كثير وما شابه، فبيئه فيك تعتبر متزمته نوعا ما. فكان يعني الله في كل شيء، في كل مكان، لازم تقوم بالصلوات والصيام والقرآن بتسمعه 24 ساعه دائما، الاذكار والاوراد والتراتيل والامور كلياتها قياما وقعودا مثل ما بيقولوا. كان هذا دائما في يعني هذا الانغماس الديني الشديد كان يتناقض تماما مع الانغماس الشغف اللي انا كنت عم عيشه بهالحالتين مع بعض. يعني انا عندما اعالج الامور الماديه والحياتيه وكذا لا اجد الله، لكن خارج خروجك من هي الفقاعه الصغيره بتصطدم بفقاعه كثير كبيره، يعني مليئه بالميتافيزيقا اكثر ما تتخيل، بالطريقه الصوفيه التقليديه الدمشقيه. بتعرف نحن مجتمعاتنا يعني ما كان فيها نوع سلفي وهابي وهذا الكلام، يعني بيئه جدا تقليديه تميل للصوفيه حتى الحقيقه. هذا الجذب كان كثير معرضني لاني كثير صرت افكر، اخذت منحه بطريقه تفكيري اللاواعيه اللي هي المنحه العلميه اللي اكتشفت لاحقا انه هي الطريقه العلميه بالتفكير. وصرت اضطر اسقطها باللاوعي تبعي على الامور بقى الكونيه والامور الكبيره اكثر. كنت الى حد ما متاقلم بطريقه او باخرى، عندي اي سؤال اساتذتي بالمسجد كانوا بيجاوبونا عليه، مشايختنا بالجامع، الاهل وما شابه، يعني من اي سؤال ممكن يخطر لك في له الاجابات التقليديه، ظلت انا عم بتجاوب معها. بتذكر ليعني نهاية مرحلة الإعدادية بداية الثانوية كانت أموري جيدة، أي سؤال عم بسأله عم باخذ إجابات ماشي حالة عليه، وأسئلة علمية إذا بسأل مثلا بالمناحي العلمية فبرضو إلى إجابات كويسة. لكن بلشت أشعر هون صارت أسئلتي أكبر من أنه يحسنوا يجاوبوا عليه، بلشت أحس بأنه يعني بعد مثلا بالصف التاسع أو العاشر قد بيكون صار عمره الواحد، يعني مارر علي القرآن مئات المرات سماعي وحافظ أكثر من نص وحفظا وقاري عشرات المرات ودروس دين وما شابه انغماس كلي، فتقريبا ما صفي شيء جديد اسمعه. يعني بلش بقى كلام المشايخ والأساتذة والخطباء وكذا يبقى كله كلام مكرر أكثر ما يكون كلام أنا عندي شغف بدي أتعلم شيء جديد، بدي صار أشياء جديدة أعرفها. كلام مكرر، هال 200-300 قصة اللي بيرجعوا بيعيدوا فيهم، هالديباجات اللي دائما بيكرروها، ما عاد حسنت أنا أتجاوب مع هاي النقطة. يعني بلش إنه أخي في نوع من الملل، ونوع من إنه الأسئلة اللي أنا عم بسألها وأجي وجاوب عليها من قبلهم، حس انه الاجابات تبعهم ساذجه اكثر بكثير من مستوى العمق تبع سؤالي وانا بهديك المرحله. هون بلشت شوي يعني خفف من التشدد الديني. يعني في قصه انا كنت ناوي اقول لك اياها ضحكك شوي، لتتخيل هذا الشخص مثلا اللي انا بالصف العاشر اذكر رحت بدي سجل بمدرسه بالصف الثانوي، فسالت شو افضل مدرسه، يعني انا كنت لانه من الطلاب اللي كثير مهتمين بالدراسه، يعني احنا هي العائله اللي هذا كانوا اهلي يعني معيشين بهذا المجتمع المثالي تماما، العصافير تزقزق والسماء زرقاء عرفتهم، والعطف على الجار والكبير، فانا كنت يعني اوكي متاقلم بهذا المجتمع اموري بخير. فاذكر سالت انه كنا عم نسال شو احسن مدرسه ثانويه سجل فيها، بعثوني لإحدى المدارس وقالوا لي هذا المدير تبعه إنسان جيد وعلى خلق وممتاز ومربي أجيال وكذا وكذا. أنا بهذيك اللحظة هذا يعني هي المواصفات بحسب برمجتي تنم عن رجل دين، يعني الشخص الجيد هو رجل الدين، هذا اللي ما بيصلي فهو سيء، هذا اللي بيدخن هو سيء، هذا اللي إلى آخره. فأذكر تماما رحت لعنده على المدرسة ماسك مسبحة بإيدي وبدي اشرب مي، وصلت عطشان كان عم يحكي تليفون، ارفصت على الارض شربت المي 3 مرات قاعدا على السنه، عم احاول ورجيه انه انا نموذج الانسان الجيد بما انه انت انسان جيد. وقت بنصدم فيه تبع بخلص تليفونه بيطلع فيني هيك بشيل نظاراته
قرد ولا شو ما دام لعنا يا حبيبي. وقلعني من المدرسة، قال لي نحن ما بنسجل هيك طلاب عنا وهيك شخصيات عنا. كانت صدمة لإلي يعني، رجعت عند أبي عم ببكي إنه شبه هذا الزلمة، أنا ما استوعبت شو الغلط فيني. فكنت أنا هذا الشخص يعني بالحقيقة، ما بسمع موسيقى، حرام الأغاني، حرام قوقعة كاملة، من قوقعة فكرية كاملة. مرحلة الثانوي أسئلتي بلشت تكتر أكتر، صار لها شوية عمق فلسفي. كنت يعني بهي الحالة بلشت أقاطع كتير من هدول المشايخ التقليديين، لكن ظليت مثلا معجب بالبوطي. البوطي حس إنه أخي هذا رجل عم يعطي أجوبة، عم يعطي أسلوبه فلسفي، يعني هذا اللي الناس تنفر منه عادة. أنا كنت مستمتع فيه جدا يعني، أذكر كنت مداوم على إني أحضر له دروس ب تنين وخميس، كان يعملهم عن رياض الصالحين يوم التنين أو الخميس بالعكس. واحد تاني حكم ابن عطاء الله السكندري على مدى عدة سنوات، يعني يمسك حكمة أو جملة ويشرح فيها درس كامل، لتتخيل العمق الفلسفي. أنا كتير تأثرت بهي الطريقة من التفكير، وكانت كتير يعني متماشية مع طريقتي بالتفكير أساساً، لأن أنا بحب الأمور تكون بيرفكت، وبحب أتعلم كل شيء وأتعمق بالأمور. فبلشت أقاطع هدول دروس الدين اللي كنت مداوم عليهم بشكل شبه يومي وأقضي ساعات فيهم وهكذا. بلشت شوي ممكن خفف من السنن والنوافل والتزم بس بالفروض بمرحلة الثانوي، لكن أسئلتي كانت عم تكبر وتتعقد الحقيقة. يعني الله يعينهم اللي كنت أسألهم إياهم. يعني مثلا كنت أسأل إنه 1 + 1 = 2، أنا مالي مقتنع، ليش؟ بدي أفهم ليش. ليش الأيام، كنت حس مثلا إنه يوم العيد هو مثل أي يوم تاني. طريقة التفكير تبعنا إنه في يوم مقدس وفي يوم غير مقدس، يوم الجمعة يوم مقدس كذا. أنا ما تركب معي هي الطريقة، إنه ليش يعني حس إنه هي الأيام مثل بعضها، وحس إنه هو تقسيم ميتافيزيقي ما له منطقي. يعني عرفت إنه ليه هذا اليوم مقدس وهذاك اليوم مش مقدس، ليه رمضان مقدس عن غيره كذا. طيب إحنا فينا يكون هذا اليوم مو نفسه، يعني ممكن رمضان يكون مو رمضان بغير شهر آخر، ما ليه ضرورة، ليه له هالة؟ هذا اليوم بحد ذاته ليس له هالة بالطريقة الأفلاطونية اللي أنا متعود عليها، طبق عليها. وكنت بما أني مؤخذ بفكرة أو مأخوذ بفكرة الكماليات والبيرفكشن، كنت حس إنه أخي يعني ما له بيرفكت يكون الأسبوع 7 أيام، ما له بيرفكت تكون السنة 12 شهر. أنا كنت مثلا أفضل يكونوا 10 أيام الأسبوع والسنة، عرفت، يكون بنفس الطريقة اللي اكتشفت لاحقا إنه كانوا يعانوا منها الأثينيين والإغريق بنظرتهم للإله وكذا. النظرة تكون البيرفكت، فكانوا عانوا من فكرة إهليليجية الأرض وكذا، أو دوران الأرض بشكل والكواكب بشكل إهليلي، لأنه لازم يكون إله بيرفكت ويعمل دوائر. فانا كنت فكر بنفس الطريقه انه اذا في اله بده لازم يكون بيرفكت. يا اخي انا انسان بسيط طفل يعني، وبعمل الامور بيرفكت وبدرسها بشكل بيرفكت. انصدمت مثلا بقصص انه حس الكون ما له بيرفكت، من قصص مثلا بتمنى يرجع لنا الاخ ديفيد، يعني بصراحه اظن من عنده الاتصال بس قطع. انا راح اتصل فيه على الفيس اشوف، اكيد يعني فصل من عنده، ف راح اتصل مباشر لعنده. اسفين على الانقطاع هذا، بصراحة ما متوقعين، يعني هو المفروض ما يصير هيك شيء، لأنه مو بالبلاد العربية ولا الإسلامية يعني، فالمفروض ما يصير هيك شيء. برجع بصل. طبعا أصدقائي أنا بشجعكم بنهاية الحلقة، يعني أنا راح أفتح السكايب، ويا ريت تشاركونا بمداخلاتكم وتشاركونا بتعليقاتكم، وفتح الفيسبوك كمان يا ريت، بتمنى منكم انه فتح اليوتيوب يا ريت، بتمنى منكم كمان شاركونا بتعليقاتكم على اليوتيوب كمان. ف
بتمنى تكون المشاركة يعني عميقة هالحلقة هاي، وتكون مشاركة يعني ضخمة، أو إنه ما بعرف شلون أعبر عنها بصراحة، يعني تكون مكثفة بصراحة، هذا اللي كنت بدي أوصل له. فبتمنى الأخ ديفيد هلا يرجع لنا بسرعة. شوف طبعا انا من شوي حطيت لينك على صفحتنا بالفيسبوك اللي بتقول نشرت جريده الى الامام جريده سياسيه يصدرها الحزب الشيوعي العمالي العراقي الحلقه 55 برنامج الجهر بالالحاد. وطبعا كانت الضيفه الشاعره العراقيه منى حسين، فنشروها اليوم اظن بجريدة إلى الأمام، جريدة سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العمالي العراقي. أظن الأخ ديفيد وصلت الرسالة، بتمنى هلا يرجع يتصل فينا بأقصى سرعة. يلا ديفيد، يلا يلا حبيبنا، يلا يا حبيب الملايين. آسفين يا شباب، آسفين. عم يتصل، عم يقول لي عم بتصل. لسه ما وصل شيء يا ديفيد. وصل. آسف، رجع هيك؟ ولا عندك الفصل كان. بس الكاميرا لو ترجع شغلها ديفيد. من عندي او من عندك كيف صار؟ من عندك من عندي كمان. عندك فصل شيء شغله بكون أنا مثل ما قلت لي انه اللابتوب تشارجر. لا انا واصل التشارجر، بس ما بعرف غريب يعني، بس اعطاني انه السيزون اندد فما فهمت. على كل حال اذا صار معك هيك شيء رجع اتصل مباشر يعني. طيب اوكي اذا شفتني انا اختفيت خليك على الخط وعم تحكي، انا برجع اتصل يعني، المهم واحد منا يكون على الخط. خلص اوكي عظيم. تمام تفضل. نسيت وين كنت. فكنت عم اقول لك انه انا كنت ماخوذ يعني بفكره البيرفكشن، واذكر انه مثلا وقت بلشنا بالمدرسه عم يدرسونا سواء بالفيزيكس او بالبيولوجي، على منحل فيزيكس مثلا صرت احس انه غير يعني في اختلاف يا اخي جذري ما عم يركب معي. انا وقت عم بدرس مثلا فيزيكس وبيولوجي او حتى التاريخ، يا أخي هذا مو نفس الكلام اللي أنا بعرفه بالجامعة، مو نفس الكلام اللي عم يحكي لي أستاذ الدياني. يعني عم يطلع أستاذ التاريخ عم يحكي لي عن الآشوريين والفينيقيين وتطور الحضارة الإنسانية، بتعرف القصص اللي ندرسها. يفوت أستاذ التاريخ يا أخي يحكي لي قصة تانية. طيب الأنبياء وين؟ ما عم لاقيهم بالتاريخ. طيب مثلا موضوع البيولوجي، أذكر من أنا وصغير وناقشت بابا فيه لأي الفكرة، إنه درسنا مثلا بتتذكر كنا من مرحلة الإعدادية بدرسونا كانوا بالبيولوجي بداية السنة بندرس النباتات، بعدين مثلا الحشرات البكتيريا والحشرات، بعدين الثدييات، وكان تصنيف الإنسان يجينا بآخر السنة كهو أرقى نوع من الرئيسيات عموما. يا أخي تشريحيا لك واضح أنه يتطابق، يعني عرفت كيف؟ تطابق رهيب ما بين الكائنات الحية كلها ياتها. كانت يكون واضح معي تماما بدروس العلوم. اسال لا يا اخي هو تعرف الدوغما هذا والكلام اللي يردد يعني، وخلص انا اقتنعت انه فكره داروين هي فكره مرقت بالتاريخ وفكره ثبت فشلها باختبارات الدي ان اي، وضليت مقتنع سنوات طويله انه خلص عمي قصه داروين هي شغله علاقه مصد يعني من الاخر. لكن يا اخي في اشياء ما كثير يعني عرفت، مثلا ما لا منطقيه بالنسبه لي انه اخي نكون احنا يعني اخي الله خلق الكون كله كرمال محمد بالفكر الاسلامي، والله حتى كاتب على العرش تبعه انه لا اله الا الله محمد رسول الله، وبتعرف بقى هالقصص هي. يا اخي يعني معقول الله خلق هالكون 14 مليار سنه ومجرات وسوبر نو، الامور السخيفه اللي درسونا اياها بالمدرسه يعني بهداك الوقت، بالنشان بالنتيجة قصة واحد وأمي وراعي غنم وكذا. يا أخي والله ما تركب معي الشغلات، بس خلاص مقتنع. بلشت يعني تطلع عندي هي الأسئلة ما كتير حدا يعرف يجاوب عليها.
صرت بتذكر ربيت مثلا قطاط عندي بالبيت وصرت راقب السلوك تبعهم. لقيت مثلا انه الحيوانات عندها تقريبا سلوك وغرائز نفس الانسان، فصار تشريحيا اللي درسته بالمدرسه حس في تطابق بالسلوك، صرت حس في تطابق. لفت نظري مثلا موضوع انه انا ليه عم صلي وصوم واعبد وكذا وكذا، كرمال انه الله يعني يا يفوتني على الجنه يا ينجيني من النار وهكذا. صرت راقب سلوك البشر، واذكر تماما كنت صف سادس بدايه هي النقطه كانت لاحظها لاني رابطها بحادثه معينه. فراقب سلوك البشر واكتشفت انه نحن اي شيء بنعمله هو مرد بس لغرائز داخليه فينا، حتى غريزه الامومه الام اللي بتحنو على اطفالها لغريزه داخليه فيها، نحن بنعبد الله مشان ما يحرقنا بالنار و و و و. فكنت حاسس انه هي الحاله من الحب الصوفي اللي كانوا يعلمونا اياها بالجوامع الدمشقيه، واللي طبعا كانت قمتها بهي ما عاد اذكر شو اسمها اللي قالت انه انا لا اعبدك خوفا من النار ولا طمعا في الجنه لكن اعبدك لانك اله تستحق العباده، شو كان اسمها؟ رابعه العدويه. رابعه العدويه صح. هي كانت يعني الجمله تمثل القمه، ودائما يعني انهم يفهمونا انه نحن عم نصلي ونعبد الله لانه يستحق. انا كنت احس انه لا، انه اخي اذا هلا الله بيجي بيقول لكم لا تصلوا ولا تصوموا ولا كذا فكله ما رح يعمل هذا الشيء. لا يا اخي، العالم عم تاكل بعضها بالشوارع وعم يفوتوا يصلوا، شوفها بعيني مثلا شخصيات انه فعلا ان الناس جدا سيئين بالمقاييس المجتمعيه، لكن صلاة وصوم وعباده وعنده هي نجم نصر الجمهوريه على راسه وطائيه المشايخ والدقن وهيك. يعني حس هذا النوع من الشيزوفينيا مقطوع لحديثك، عده الشغل نحن بنسميها بسوريا نصب الاحتيال تماما. يعني صرت حس انه اخي يعني هي في شيزوفينيا رهيبه، يعني اللي انا عم حس فيه صرت حسه لا هذا امر حقيقي، في فعلا عمليه شد ما بين واقع وما بين ميتافيزيقا عم نعيشها. مثل ما قلت لك بفتره الثانوي خففت شوي، صارت اسئلتي بالحقيقه يعني صرت ركز اسئلتي تكون لإلي بس، ما عاد سالت العالم عليها لانه يعني كنت انا يعني فيني اعتبر حالي اذكى من اني اسال اذا بعرف الجواب. لكن ومع ذلك ببعض الحالات اسال، يعني انه مثلا بابا طيب او يا شيخنا او يا فلان، ليه كل الانبياء هن مو بس من منطقه جغرافيه واحده، لا هن من سلاله واحده، ما ابراهيم ابو الانبياء وكل الشلة اللي اجت بعده هي من سلالته ومن منطقة جغرافية واحدة. حس هذا الموضوع ما له منطقي، يقنعوني بأنه أخي وما من أمة إلا خلا فيها نذير، طيب ليش ما حدا حكى عنه؟ عرفت؟ طيب لحنا ليه مثلا بالدين الإسلامي ما نذكر شيء عنه وهكذا. يعني أعطوني الإجابات اللي ما تكون الإجابات الحقيقية اللي بدي إياها. ليه فتوحات إسلامية مثلا بينما بنعتبر غيرهم غزوات، بينما أنا حس البيس تبعهم واحد؟ يعني الغزوة نفسها مثل الاحتلال، يعني ليه هذين غزوات صليبية وانت اللي عم تعمله اسمه فتح اسلامي؟ اتناقش واتخانق كتير مع الناس انه يا اخي ما عم تركب معي، ما هو البيس تبعهم واحد. احيانا يعني مع انه كانوا كتير يحاولوا يعلمونا هذا الاسلام الكيوت، لكن تنفذ منهم شغلات غصبا عنهم. يعني مثلا مواضيع كانت مثل غزوة بدر، يعني ما في اني كانوا يعلمونا اياها الا بطريقتها الحقيقيه، انه اخي كان ابو سفيان ما بعرف رايح بقافله الى الشام تجاره ومحمد بعث لحتى سرقوا له القافله وصارت الحرب نتيجه لهالموضوع. يعني انت عم تسرق، يعني انت عامل حرب عصابات. قصص ثانيه من هذا النوع، قصص مثلا حروبه مع اليهود بالمدينه وما شابه. في شغلات قد ما حاولوا يجملوا ويعلمونا هذا الدين الكيوت، بس في اشياء ما كان يحسنوا يكذبوا فيها. كان من الاسئله اللي كثير مثلا كمان يعني اسال عنها ويعني ما لاقي غير الصد بالجواب عليها، مثلا انه طيب عثمان بن عفان ليه حرق المصاحف واتعمل المصحف العثماني؟ انا كنت امسك واقاري وكذا، اسمه المصحف العثماني ليك اسمه؟ بصراحه كنت يعني مفكر انه له شيء له علاقه بالعثمانيين مثلا، بعدين عرفت قصه عثمان انه هو اللي جمع المصحف. طيب وحرق؟ ليه حرقهم؟ يعني ما تركب، اعطيني مبرر ليحرقهم يا اخي. انت عندك دوكيومنتس تاريخيه إلى قيمه، يعني انه هاي الوراء انكتبت بايد محمد وما شابه، ويعني شو بدي اقعد اعد لك اشياء كثيره اللي كلياتنا فكرنا فيها. سبت تماما كل شيء يعني سمعانه وفكرت فيه، انا ما مفكر فيه، ما بدي كثير طول بالجزئيه.
ف الحقيقة بعد البكالوريا أو بمرحلة الثانوي اصطدمت بي يعني فترة كانت يعني شوي هلأ بخجل من حالي إني صدقتها. مواضيع علم الطاقة والأرواح وهي الأشياء كان يعني هذا نوع، صرت أنا هون شوي مسلم معتدل، كثير بلشت أتخانق مع أهلي. بتذكر تماما آخر مرة رحت حضرت فيها دروس دين من هي دروس الريجولر اللي بروح لها كل يوم أو يومين أو ثلاثة، كانت بالبكالوريا. بعد البكالوريا قطعت، صرت بس روح على صلاة الجمعة. مثلا ممكن بلشت حط جيل على شعري واتخانق مع اهلي، اشتريت اول شريط كاسيت اغاني مثلا وكمان مخبيته وكذا وصارت قصة الخ يعني. فبلشت تصير هذا المسلم الكيوت وفتت يعني. اذكر مثلا بلشت قريت كتب، اول كتاب يمكن قريته اللي هو فوتني بهذا المنحة كان كتاب الله يكسر ايديه اللي كاتبه، اسمه مخلص الريس، كان اسمه الطاقات الخفية اللا انسانية، انه مواضيع هو فايت يعني فيزياء بما يرضي الله، خليني مقسم بقى انه الارواح ل 11 بعد والانسان له بعد واحد والجن ما بعرف كم بعد والملائكة كم بعد والاله له 11 بعد. كتاب يعني موجود، واحد سوري اللي كاتبه على اساس دكتوراه بالفيزياء الليزريه بتذكر، كتاب كبير 300 400 صفحه يعني خايط بكل هالامور والاسراء والمعراج وفايته بقى بطرق علميه وبقى منحنى الزمكان وشغلات فسيت طنبرني الكتاب. بقول لك يعني الكتاب انه قنعني خلص انا مو حابب الفيزياء والعلوم وكذا، وهذا اخي فسر لي كثير من الشغلات اللي انا حسها غير منطقيه. وهون بقى بلشت يعني تعرفت بطريقة أو بأخرى مثلا على مواضيع الـ NLP والبرمجة اللغوية العصبية كانت في بداياتها، وعلم الطاقة وما بعرف شو هدول كتابات الفقي، قريت كل كتبه وحضرت محاضراتهم جيبهم وكذا، ستيفن كوفي مثلا وهي الشغلات، تنمية الذات والفيرست امبريشن إلخ إلخ. فانغمست تماما بهذا الموضوع يعني، وأذكر عشت سنتين تقريبا ك مسلم كيوت فيك تتخيل، كثير منغمس بهي الامور وفايت فيها للاخير. هلا ضل عندي معضله بعض الاسئله الفلسفيه الاساسيه، الدين الاسلامي ما كثير بقى يعني، قلت خلص هو دين يحتاج الى تطوير، اوكي؟ فانا هلا من الناس اللي عم طور الدين، مثل اذا وقت عم تحضر مثلا هدول الاشخاص. اوكي كدين ما كثير بقى عندي صار مشكله كبيره معه. ضل عندي كثير معضلات فلسفية مع وجود الإله. الساينس كبيولوجي شوي مبعد عنه، فايت كثير فيزيكس وكيمياء وشغلات من هالنوع، وعلوم الطاقة وهي القصص بتلعب على هذا الوتر تماما، فأموري بخير كانت. إذا بدي أقول لك على تيرن وحدة بكل مسيرتي هي لهاللحظة كانت هي اللي حقولها هلا. انغمست بموضوع اني عم ادرس لغه انجليزيه، وقلت لك انا بحب وقت فوت بموضوع فوت فيه للنهايات تبعه. فبتذكر بعد ما نهيت السلاسل وكذا صرت فوت ادرس بقى تخصصات، من جملتها كان الفونيتكس، فعم بعمل كورسات فونيتكس. وكان عندي الاستاذ تبعي علماني يعني او ربوبي فيني انا هلا اتخيله. انا كنت اول مره بصطدم بشخصيه هيك قدامي يعني عم تحكي بهي الجرأة على الأديان وعلى الله وكذا. أنا كل شيء عم فكر فيه كان بيني وبين حالي. تعرفت بهالفترة على بعض الأشخاص اللي عم يناقشوا فكرة الإله وفلسفات، ناقشوا فلسفيا أكثر ما يكون علميا بهذاك الوقت، لكن هذا كان عن جد يخلص الدرس ويحب يستفز الطلاب ويقعد بقى يحكي بقى بالقصص بالموراليتي بالاخلاق بالديانه بامور مثلا سخيفه بالاسلام بالكذا، ليش انت محجبه؟ ليه انت رحتي عم تصلي؟ ليش كذا كذا كذا. كنت اذكر يعني انا يمكن الطالب الوحيد اللي فوت معه بالنقاشات، لانه انا كثير قاري وفايت وكذا بهالقصص، الباقي كله يجاوبوا اجوبه ببغاء يعني يرددوا لهم كلمتين اللي بيحكون الناس بالشارع. لكن انا اليوم اكتشفت انه حتى اللي انا كنت اقول له اياه بهذاك الوقت هو ببغاء وترديد الحقيقه. لمره من المرات استفزنا تماما يعني، كنت انا هذا الشخص اللي عم يدافع عن الاسلام قدامه يعني، لاستفزنا تماما بانه عم يحكي انه قاري كتاب، لا اذكر اسم الكتاب، لكن الكتاب كان عن قصه محمد يعني دراسه سيكولوجيه وتاريخيه لمحمد وليس الدينيه.
ومرجي كيف هو كان كطفل مشرد وهو صغير وما بعرف شو كذا وكذا، ووضعه النفسي وحالته النفسية كيف بتكون، وقصته كيف كبر، وقصة خديجة وكيف خديجة وورقة بالنوفل وإلخ إلخ، بأسلوب سيكولوجي كتير كان عم يركز على السيكولوجي تبع محمد وقصته بشكل تاريخي وليست بمنظور ديني. انزعجت منه للكتاب لأنه يعني يصطدم تماما مع كل شيء أنا صار لي كام مثلا 20 سنة أغرق به. يعني مو معقول يا أخي كل العالم اللي حواليه كذابة، من كبيرا لصغيرا، من فهمان من دكتور الجامعة لأصغر واحد، كله مو معقول مو معقول. أوكي أنا يمكن مجنون كنت عم فكر بشغلات وعم بسكت، وكنت عاقب حالي أحيانا إذا فكرت بقصص، أعمل جلد للذات يعني دينيا إذا فكرت يعني. قلت له اعطيني اسم، اعطيني اسم الكتاب بدي نزله، او اعطيني على فلاشه اذا عنده يا الكتروني كان الكتاب. ما رضي، قال لي ما بدي اياك تفوت بهي القصص. لكن انا ضليت متذكر بهذاك الوقت اسم الكتاب ونزلته انا من على الانترنت، وقريته يعني بظرف يومين، حطيته وقريته كله قرايه واحده، وزعجني جدا، زعجني جدا جدا. هراء يا اخي، شو هذا اللي عم ينحكى؟ شو هالمسخره هي؟ شو هالكذا؟ رجعت بعدين بالدرس اللي بعده نطرت لراحوا الطلاب، وما بتذكر ليه نطرت يعني، لكن ما حبيت فوت بجدال قدام الطلاب. لراحوا الطلاب وقعدت بعد الدرس معه شي ساعتين او ساعتين ونص عم ناقشه باني قريت الكتاب وشو صار وكذا، واخذ رد اخذ رد اخذ رد. هو يعني كان اخي بس عم يحاول يفهمني الحقيقه، انه اخي انت اللي عم تحكي فهم يا بني ادم، انت اللي عم تحكي هو بس ترديد لشيء انت متلقنه، اعمل سيرش لحالك وبعدين احكم. انا كنت يعني كثير، انا هي منطقي بالحياه كله عموما، لكن من هي الناحيه ما عم تركب معي اني اعملها بهالطريقه. يعني هي خلاص مسلمه بالنسبه لي، لانه المنظومه متكامله يعني القمعيه الدينيه كانت، ولو انه قلت لك عندي كثير كان شكوك فيها، لكن ما كان عندي مشكله اني اعمل لها ابديت يعني لتوائم القرن العشرين. اللحظة اللي كانت حاسمة ولهلأ متذكرها، انه خلص ده خلقنا من النقاش، طول كتير وكان نقاش يعني عقيم. وصلني على الباب انه ديفيد، قلت له اخي بس انت غلط وكذا وكذا، وانا طلعت لبرا. قال لي ديفيد هذا الحكي برأيك، تصبح على خير، وسكر الباب. لهاللحظة هي متذكر هذا المشهد، هي هذا المشهد بس ضل يتكرر براسي من لحظة اللي تركته شي 4 أيام، ليل نهار عم شوفه قدامي عم ينعاد برأيك 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 برأيك. طب أنا رأيي، صرت أنا عم فكر بقى من منظور فلسفي، كبينا الدين عجل. طب أنا رأيي هذا منين جايبه؟ أنا الرأي تبعي كيف تصدت له؟ هي النقطة اللي أنا كنت مركز فيها على فكرة بكل الحلقات اللي سجلتها الماضي، لأنه هي المفتاح، أنه أنا بدي أعرف. طب أنا رأيي هذا أوكي منين جايبه؟ اكتشفت انا انه بخلال هالايام هي اللي عم يتكرر فيها متفهنا. يعني رايي هو بس عباره عن ببغاء، انا عم ردد كلام ثاني. العالم في 7 مليار 6 مليار كانوا يمكن بهذاك الوقت، يعني عندهم كثير منظومات فكريه. طيب ايش معنى انا الراي الصح هون؟ قلت لا اخي لازم انا خلص صير اعمل سيرش في هذا الموضوع، اعمل بريك دقيقه شوي. طب بركي كل هالعالم عم تكذب، طب يعني بركي حتى هدول اللي أنا عم بحضر لهم محاضرات وكذا وكذا، حتى بقصص الطاقة وما شابه. وكان يعني بتذكر مثلي الأعلى شخصين بيديك الحقبة كان ستيفن كوفي كمنظور إدارة وتنمية ذات، وحتى يعني كان بيداك الوقت كنت أطمح أنه أنا بالمستقبل أكون شخص مثله، أنه هيك هذا الحلال المشاكل اللي بيروح وبيعمل نصائح وكذا. وهذا شو اسمه هذا المصري كان إبراهيم عباس، لا هذا إبراهيم الفقي، الفقي عدنان الفقي، شو كان اسمه الفقي، المهم هذا الفقي كان كتير مشهور. يا عدنان إبراهيم الفقي، بلا إبراهيم الفقي، كان هذا قاري له كل كتبه وحضران له كتير محاضرات، وكان في قناة حتى يعني وقت جبنا الستلايت كان في قناة دائما عم تعيد محاضراته، كان اسمها سمارت مايند ولا شيء من النوع، احضرها دائما. ف كانوا هدول امثله بالنسبه لي. طب بركي هذا عم يكذب، طب يا عمي يعني شو عرفني؟ طب بركي كل القصه كذب بكذب، يعني شو انا بدي مصدر لمعلومه؟ طب بركي عرفت كيف؟ طيب تعال، ها ها اخي
الدين الاسلامي كان تقريبا ما في داعي ارجع اعمل عليه اعاده لانه اوريدي مليان هون كل شيء. طيب كان بتذكر الدنيا رمضان او بدايات رمضان، بابا اخي وكذا بدك تعمل ختمه قران. ايه عظيم، عملت ختمه قران لاول مره بطريقه قلت اخي انا شوف لازم شيل القداسه اذا الله موجود والدين الاسلامي صح. ليش احنا ما بنقرا الاديان الثانيه وبعدين نقرر؟ في فكره خطرت براسي انه هلا انا اذا بروح على محل، اي محل، هذا رجل الشارع العادي بدي اشتري من عنده هذا القلم، بيقول لك اخي هذا القلم احسن قلم باحسن سعر، وهي قدامك السوق كله، روح دور ما لقيت تعال ارجع لعندي، انا واثق من انه عم بعطيك احسن قلم باحسن سعر. طيب الدين الاسلامي حرام نقرا الديانات الثانيه، وكان يعني مستندين لروايتي تبع اللي صارت مع عمر بن الخطاب وقت كان شافوا حامل صحف من التوراة، رواية مشهورة انه متهودون فيها يا ابن الخطاب والله لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني وكذا، فانه اخي ما بيصير. وكانوا يجيبوننا من شان يصبونا عن انه حتى نقرا الديانات الثانية. اذكر كنت سمعان كثير مناظرات على الكاسيت لاحمد ديدات انه كيف هو بقى وكتب وشغلات لاحمد ديدات، انه هو اخي هذا اللي كان متعمق بالدين الاسلامي وعم يناظر القساوسة المسيحيين وما حدا طالع له معه، فانه اخي شايف. بس انت اذا بتروح لتحكي معهم فهن ممكن يضحكوا عليك. طيب بلكي انت عم تضحك عليك يا عمو، ها ها. طيب اخي اذا الله موجود والدين الاسلامي صح وكذا فانا لازم ارجع وضل هون. انا بتوقع حالي كنت بيداك العمر كنت كونفيدنت انه عندي ثقة بتحليلي للامور كلياتها انه انا عم بعرف اشتغل صح، وواضح انه انا كنت احس حالي احسن من اقراني بمعالجتي للامور وببعد النظر تبعه وكذا. فقلت اوكي خليني اجرب، انا لساتني شاب باول عمري، اذا متت، لانه كان دائما يخوفونا انه بركي متوا انت كاف، اذا متت فانا رح اقول لله انه انا عم ادور، ما انت يا اخي قل سيروا في الارض فانظروا ما بعرف وابحثوا هي القصص. فإذا بدي أكون مؤمن خليني أكون مؤمن عن يقين، وإذا بدي أكون كافر أخي بدي أكون كافر عن يقين، بدي أفهم أنا ما عاد فهمت وين. طيب يعني عرفت، إذا أنتوا خايفين الآخر يكذب علي، طيب بركي أنتوا عم تكذبوا علي، بركي كل القصة كذب يا عمي. وهون بلشت، رجعت قريت القرآن بس مع ورقة وقلم. هذا الصح صراحة، خلصت من القرآن. أذكر حالي كنت بالجامعة طبعا يعني زهلت، what the fuck يعني عرفت شو الربش هذا، اذا شلت القداسة عنه. كنت ماري جنب كنيسة كانوا حاطين ورقة ما بعرف شو في عزا في مناسبة عم يوزعوا الكتاب المقدس مجانا. يا سلام جبت الكتاب المقدس كمان قريته. الكتاب المقدس يعني مضحك يعني، انا لهلا متذكر مشاهدك من اول مره مسكته من سفر التكوين من بداياته وقصه نوح وكذا، يعني اضحك اقعد اقرا يعني اتذكر تيتا وهي عم تحكي لنا حكاية قبل النوم، مضحك يعني هذا مضحك للعظم عرفت كيف. ما كتير تعتلت على الموضوع تبع الدين المسيحي وهيك، بلشت هون على الانترنت بقى اعمل داونلود لكتب ولقصص ومناظرات وشغلات، مثلا كتاب لماذا كنت شو اسمه حوار مع صديقي الملحد، صرت نزل كتب مقدسه بقى من الديانات الثانيه، ادور على وين في موقع للبوذيه ما بعرف شو، لاقي لي شيء كتاب عنهم اقرا، لاقي ما بعرف ايش، صرت اقرا شويه اساطير اسرد بهالمواضيع هي. هون شوي لساتني مسلم كويس، لساتني عم صلي بس يعني بقى عم أقطع شوية صلاخي وما عم في صلاة الصبح، عم عزب شوي بعرفت كيف، عم صوم رمضان ناقص كم يوم بلش يزيدوا يعني شيء من هالنوع هذا. لكن شوي شوي بلشت عم بطلع من هاي القصة واكتشفت عدة شغلات وعدة شغلات متمازجة مع بعضها. اكتشفت انه اخي مو بس انه الاديان كلها اخذه من بعضها، اخذه من بعضها بطريقه تتوائم تماما. سعدت جدا بهذيك الفتره درست انثروبولوجي او قريت يعني درست انا لحالي انثروبولوجي،
فعملت صرت ادرس انه كيف الديانات صارت تتطور مع تطور المجتمعات البشريه والفروقات ما بين الديانات بحسب مواقع المختلفه للثقافات وكذا وكذا. صارت القصه عم تتوضح عندي تماما، تتوضح عندي بشكل رهيب على مر عده سنوات اني انا عم بشتغل بهذا الموضوع. يعني صرت اعتبر حالي ربوبي، بيني وبين حالي لسه قدام العالم لا، يعني واذا لزم الامر كنت انه اخي انا صلي ولا اعمل شغلات قدام العالم انا بس يعني هذا المسلم الكيوت بقى، عرفت كيف؟ او ما عدت هذا المسلم المتشدد. بس طبعا يعني كاهلي وهيك والناس هي انا غير هذاك الشخص اللي كان بالسابق، غير بانه والله عم بتسمع اغاني ولا ما عم تصلي ولا شيء بس من هالنوع. لكن ما عاد ناقشت حدا الا يعني يمكن هيك بعض الاشخاص اللي حوالينا. بعد شوي شوي صار في بقى الانترنت دخل زياده، صار في يعني اصطدمت ببعض المنتديات، صرت فوت منتديات، اذكر يعني شبكه الملحدين العرب، اللادينيين، ما بعرف شو كذا، اصدقاء سيريا نيوز، شغلات من النوع. صرت فوت فيهم وجادل واسرد وكذا واتعلم وهيك، لكن كان ضل يزعجني موضوع هيك الجدال والاخذ والعطاء، كنت حب اني ضل قاعد لحالي لانه كنت حس انه هاي الجدالات عم تكون غالبا عقيمه، عرفتني؟ حتى بالمنتديات يعني انه ما حس انه الواحد يعني هذا فايت اخي بس لي عم يستناك تخلص تسكت ليرد عليك، بس مو ليسمعك شو عم تحكي. يعني عم يسمعك بس ما له عم يستوعب، he's not listening، يعني he's hearing but not listening. فتركتهم وانكفأت بس على حال، صرت خلص بقى فتت فلسفة واشياء واشياء وعم ادور وابحث. هون كانت خلص تماما الاديان واضحة لي كيف هي تطورت عن بعضها وكذا، وانه هي بشرية تماما. ربطت يعني مثلث أنا اخترعته بهداك الوقت، درسوني بالجامعة أنه الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، لكن أنا دراساتي اللي كنت عم بعملها على جنب خلتني لقي أنه الدين كمان معه، فصرت سميهم أنه ثالوث القمع، لأنه اكتشفت تماما أنه هن ثالوث مع بعض، السياسة اقتصاد دين، وخلص خلص من هي القصة، خلص منها تماما. فهون صفت يعني وجود الإله من عدم والحقيقة ما كان هو مشكلة بالنسبة لي، يعني ما عاد كتير عنالي، خلصت بقى انه اخي لا احترق بالنار ولا عاد نام بالليل وانا عم كوبس انه من صراط المستقيم لاني سمعان الشيخ قبل بيوم عم يشرح عن اهوال يوم القيامة وكذا 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 هي الاشياء. فخلص وجوده ام عدمه ما عاد كتير بيعني لي الا شوية تفكرات فلسفية هيك لحالي بالليل وكذا، او كون عم بتمشى عم فكر فيه ببعض المعضلات الفلسفية. ساينس ما كنت كتير فايت فيه، لكن مثلا قاري شوي كارل سيغان، الكون، بلايين وبلايين كانت من الكتابات اللي كتير أذهلتني، ريتشارد دوكنز، تعلمت مثلا صانع الساعات الأعمى وهي القصص والجينة الأنانية وكذا. يعني حتى أذكر أول مرة قريتهم كانوا كتير أكبر من مستواي الفكري، فرجعت اضطريت بدي قريتهم بمرات تانية. لكن صرت فتت بعالم شوي للساينس، وكنت فايت ومأخوذ كتير بعالم للفلسفة، وكنت عم بقرأ بقى مثالية فلسفة، قريت أفلاطون، أرسطو، كذا، راسل، ما بعرف، يورباخ، القصص هي، هيجل، عم بقرأ اتنوع وضير بقى بهي الأشياء والمدارس المختلفة، ولقيت إنه واو يا زلمة، يعني فعلا مو مثل ما كنت أنا قبل 5 سنين ولا 4 سنين ولا 6 سنين فكر إنه خلص يعني هي هي الحل، يعني لحنا الصح والدنيا. لك يا عمي الدنيا تاري، الفكر الإنساني عم يتطور وعم يتخانق، ومدارس فكرية عبر آلاف السنين بين بعضها لتعالج كتير مشاكل. كان عندي كتير معضلة مثلا حقيقية بأنه أنا أطلع من الدين الإسلامي أو غيره، أو حتى برفضي أو باعتباري لبشرية الأديان، كانت معضلة الموراليتي أو الأخلاق. يعني بهديك الأيام لسه أخي لا كان يعني ما كنا شايفين الوجه القبيح للدين الإسلامي، ما كنا منعرفه، يعني ما كان في يعني الإسلام دين المحبة وجارك والحنية وبتعرف الأشياء اللي نتعلمها كنا يعني بهذيك الأيام. ففكرة إنه طيب إذا الأديان صناعة بشرية، طيب أنا منين بدي أجيب موراليتي؟ فصرت مثلا قريت شوية بقى بفلسفات الأخلاق ونيتشه وما بعرف الجينالوجيا الأخلاق وإشياء من النوع. فخلص طلعت من قصة الأديان، صفى موضوع الإله، يعني هو اتسلى فكريا بيني وبين حالي بإني اتناقش بمعضلاته
وبلشوا شوي شوي يتفكفكوا معضلات الإله معي. وأذكر يعني آخر معضلتين كانوا اللي هن حتى كانوا معي من بدايات مراهقتي موجودين، لكن آخر معضلتين اكتشفت أنه يستحيلوا الحل وبالتالي الإله يعني غير موجود، معضلات الزمكانية لوجود الإله، وجود الإله وخلقه للكون زمانيا، ووجود الإله ووجود الكون بالنسبة له مكانيا، كنت فكر فيهم من أنا وصغير. وهدول آخر تنتين يعني خلاص خلوني اكتشف أنه مو بس حتى فكرة وجود إله خلق الكون وتركه بعدين الأديان بشرية، لا حتى الفكرة هي وجود إله خارج الكون وله علاقة فيه هي فكرة يعني غير منطقية، خليني لا في علم المنطق. صحيح أخي ديفيد، أنا يعني لازم ندخل بأسئلة ثانية يعني. تفضل. أنا قلت لي أنت إنه قريت الكتاب المقدس وشفته وحكايات ألف ليلة وليلة، وهذا بكل تأكيد يعني هذا شيء مؤكد يعني. فكرت بشيء ديانة أخرى يعني غير مثلا غير المسيحية، ما فكرت بديانات أخرى يعني بأي شكل من الأشكال؟ الله مثلا بسوريا في عنا في ديانة الأزيدية، في عنا اليهودية، في عنا، حاولت تبحث أكثر من بحثك مثلا بالإسلام بالإسلاميات، حاولت تبحث بالمسيحيات يعني خب المسيحية خلينا نقول أو باليهودية أو بالزرادشتية أو بي 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 يعني شيء منفصل غير اللي درسته أنت. تقريبا يعني لا أذكر أنه كان في ديانة معروفة ما طلعت عليها أو كبيرة، خليني أقول لك من الديانات الكبرى بهذيك الفترة. ما صفي واحدة منهم ما قريتها. وقت كنت عم بقراهم، هلأ أنا ما كان عندي مشكلة بس مع الدين الإسلامي، يعني فهمت شو قصدي؟ يعني أنا ما كانت مشكلتي إنه أنا شايف الدين الإسلامي دين سيء وبالتالي دين غيره يكون الدين الأصح، بقدر ما أنه كانت مشكلتي أنه أفهم المنظومة ككل ترتيب الأديان. هلأ اطلاعي على هدول الديانات خلاني بنفس الوقت مثل ما أنا عم شوف اللامنطقية بالدين الإسلامي واللامنطقية بديانات صارت كلياتهم مع بعض، فكانوا كلهم ببوتقة أنه هن أشياء يعني غير حقيقية. أنا كانت عم فكر شوف بمنظور مو موضوع أنه أنا شو حبيت. أنا قلت لك أنا كنت كتير متأثر بالمنظور الواقعي، فأنا كنت عم حاول أفهم أنه شو الحقيقة وليس أنا شو اللي أنا حابه. أنا ما لي شاعر ولا لي أديب، وأنا كتير فاشل بالأمور الأدبية والشعرية والنثرية وكذا، وإني أفهم البلاغة لأنه أنا ما كتير بيعني لي موضوع أنا شو حابب، أنا بدي أفهم الحقيقة. فمن هذا المنظور أنا بقول لك في ديانات حبيتها، مثلا البوذية الهندوسية ديانات حلوة جميلة، ديانات راقية، ديانات هادية، لكن ما كان بيعني لي موضوع أنا شو حبيت، بيعني لي موضوع هل هي فعلا حقيقية؟ يعني هل قصة البوذية مثلا والكارما والما بعرف وكريشنا والقصص وهيرمان وبيفتح عينه وبيغمض عينه والدورات والسواسيكا والقصص هي تبعهم، طب هل هي تمثل الواقع عن جد لحتى أنا صدقها وأقتنع فيها؟ ما بيهمني حلوة ولا لا. فمنشان هيك لا، أنا اكتشفت أنه كلياتهم كل واحدة كان إلى منحة ثقافي أنثروبولوجي معين لنشأتها ولتطورها، وبالتالي يعني أنا كنت حس حالي أكبر من أني أنا فوت فيها هيك، عرفت؟ يعني أنا ما عم دور على حضن الماما بالنتيجة، أنا ما عم دور على أنه حدا يحضني وكون سعيد برفقته، لا أنا كنت عم دور على الحقيقة وما وجدت، لقيت أنه كلياتهم بشريين الحقيقة. صراحة أنا أحييك يعني، أحييك على الروح الباحثة خلينا نقول يعني حبيبي. ممكن تعطي لنفسك وقت تدور بكل الأديان. بالنسبة لي شخصيا يعني أنا بعتبرك كل هذا زبالة يعني، ف ماني مستعد أبحث بالزبالة مهما كانت يعني شكلها، ولا يعني حتى الإسلام ذات نفسه بصراحة أنا يعني المعلومات المتوفرة اللي جتني من غير بحث يعني، أنا مثلا والدي كان شيخ من غير بحث جتني فرفضتها يعني، وحتى يعني واضح كان قدامي إنه كله خرافات، ماني مستعد أدخل يعني أضيع وقتي صراحة في خرافات. فأنا أحييك على روح أنا فتت فيها، لكن وقت اكتشفت بشرية الديانات
وهذا واحد من الأسباب الحقيقة اللي خلاني ما بقى أحب فوت بنقاشات مع العالم وانكفئ على نفسي، لأنه صرت أي حدا بدي أحكي معه حيرجع يرجعني كذا سنة لورا بأسئلته، ترى هي مش فهمانة وهي مو عارفانة وهي لا أصدق يا عمي أنا كلهم مغطيين هدول. فلا أنا شوف مثلا فيني أقول لك يمكن من 5 سنين وجاي ما عاد قريت بأي دي، يعني ما عاد مسكت أي كتاب خلص، يعني صرت وقت أقراهم بس إذا حابب أفوت بالأنثروبولوجي أو بتطور الأديان كدراسات بقى صارت، لكن مو بموضوع لأتعمق وأفهم فلسفاتهم وفكراتهم، وخاصة بعد ما يعني اقتنعت بالمنهج العلمي تماما. يعني وقت اقتنعت بالمنهج العلمي فصرت أقول لا خلص إنه هون الزبدة، هون الصح، عرفت كيف، هون الواقع، هي الحقيقة. ويعني أنا مستغرب إنه يعني بحقيقة بستغرب من كل هالعالم اللي حوالينا انك يا جماعة يعني النتيجة واضحة بين ايديكم يا اخوان. يعني هلأ انت اللي عم بحكي معك والمشاهدين اصدقائنا كلياتهم اللي هلأ عم يسمعونا، كل واحد فينا بمكان عم نسمع نفسنا بنفس اللحظة. لك يا اخي هي لا اخذتوها من القرآن ولا من الفيدا ولا من الانجيل ولا هي كلياتها اخذتوها بالمنهج العلمي. اي شيء على مستوى يعني الالم اللي عم تكتب فيه وكذا، المنهج العلمي لك هو اللي عمل لنا القفزه الرهيبه بحياتنا. فيعني بغنى عن انك انت كثير تكون متردد الحقيقه، يعني انا مستغرب قد ايه انا ضيعت سنين من حياتي متردد ومو فهمان النقطه البسيطه الحقيقه. هي للاسف اخي ديفيد يعني المشكله انه الغسيل الدماغ هذا كثير قوي، كثير قوي يعني بصراحه، خصوصا الاسلام، يعني سيف الاسلام خسل مو بس الأدمغة، خسل كل شيء فكري أصلا، ما حد تاريخ قبل الإسلام يعني للأسف. يا الله نحن مثلا بسوريا كنا ندرس بصراحة، صحيح كانوا يدرسونا عن حمورابي وجدو رابي وهالفين، بس بالعقل الباطني عنا أنه قبل الإسلام ما كان في تاريخ تماما صراحة. هيك يعني هذا وعينا عليه على الدنيا يعني. بتذكر أنا لحد هلا وصلنا الإعدادية وكل فكرنا انه قبل الاسلام ما كان في تاريخ، كان في حمورابي بيعطونا اياه بشكل عشوائي هيك وبدون اهتمام اصلا يعني. انا مصطدم انه كنت احكي مع عالم مثلا في شخصيات حقيقيه بمجتمعك بتعتقد مثلا انه العصر الحجري هو يعني اختراع سينمائي بس، انه لا يا اخي الله خلق ادم، يا عمي القصه بسيطه ليه معقدينها، الله خلق الدنيا، خلق ادم من آدم ما بعرف كذا، القصة الرواية الدينية البسيطة، علم آدم الأسماء كلها وكذا وكذا. في ناس حقيقة مفكرة إنه يعني شو هالسخافة هي، أنت مفكر في عصور حجرية وإنسان حجري وإنسان بدائي وتطور، لك يا عمي القصة مو هيك، القصة هيك خلاص الله خلق الدنيا وعلم آدم واشتغل وقام وحطه. في ناس لهلأ عايشين ومقتنعين بحقيقة هي الأسطورة البدائية، واللي يعني انا من الاشياء اللي مالي ندمان على السنين اللي ضيعتها بهذا البحث انه صرت حتى اعرف كل قصه لا تخلو، شوف لا تخلو قصه من القصص الاسطوريه بالديانه مثلا الاسلاميه او حتى المسيحيه واللي بدك اياه، لم اكتشف تسلسلها من بداياتها لوصولها بشكل النهائي. حتى فكره الاله بعدين اكتشفت من بداياتها مرورا بالآلهة المتعددة للفردانية للوحدانية. فالقصة كتير واضحة، يعني هي بس بدها واحد يحط مخه شوي بالبحث ويدور ويكون شكاك. يعني أنا دائما بقول هي النقطة بالضبط بالضبط، القصة كتير واضحة بصراحة، والصورة خصوصا يعني العلم الحديث من بداية الكون لحد هلا، فالقصة كتير واضحة. طيب أخي ديفيد، يعني هل حاولت انه تجهر بافكارك خلينا نقول بالحادك، طبعا الكلمه ممكن نتحفظ بعض منا يتحفظ عليها يعني، وهو حسب الافكار هي، خلينا نقول يعني الافكار المناقضه للغيبيات المناقضه للدين، هل حاولت ان تجهر بافكارك او تعرضها على الناس تناقشها بشكل من الاشكال يعني بين أهلك أصدقائك محيطك العام؟ تفضل. الحقيقة لا كانوا طبعا يحسوا يعني، وخاصة بعد كل هالوقت هذا يعني صار واضح إنه هذا الشخص وقت عم تقعد معه وتحكي معه يعني
خلص ما هو هذا الشخص اللي مثلنا اللي هو مغسول دماغه، يعني هي النقطة كانت واضحة عند الكل. لكن لا، ما يعني ما مسكت حدا وانه انا صرت لا ديني او انا صرت ربوبي او كذا او كذا. قلت لك ليش؟ لانه انا شوف، انا زلمه ما بحب كثير شو بيسموها هي الجدل والاخذ والعطاء وكذا، وفوت لك بمشاكل والعجل نحن من الله. يعني. فخلص انه اخي ما بدي فوت بأي القصص، لانه مثل ما قلت لك انا عرفان شو النقطه، يعني انا اللي قلت بدي اتناقش معك اوريدي عارف، ما انا كنت مثلك، فانا عارفانك انت شو بتفكر، وانا عارفان ما اكون محلك شو حتجاوبني، فيعني الديالوج هذا او المونولوج هذا كله انا عامله بدماغي من قبل ما احكي، فخلص ما في داعي احكي معك واتزاعل انا وياك ونتخانق وكذا وكذا. يعني ما كان الحقيقه يعني هو خوف من انه انا مثلا اعدم، ولا انا مالي عايش بالسعوديه ولا زرتها الحمد لله للسعودية، فمالي يعني خايف من انقطع راسي ولا شيء من النوع، لا. لكن أخي بدك تزعل الناس اللي حواليك منك، ممكن أهلك، ممكن كذا، ممكن تخسر عملك، ممكن ما بعرف شو، فأخي أنت بغنى عن هذا الموضوع، فيعني لكم دينكم ولي دين مثل ما بيقولوا. طيب ديفيد، ليش قررت هلا تظهر؟ يعني شو السبب اللي خلاك تظهر هلا؟ تفضل. شوف، هي النقطة كمان ما كانت هلأ، يعني يمكن كان واضح انه انا زلمة باخذ الامور بروية كتير وما عندي مشكلة بالوقت قد ما اخذته، ففكرة اني اظهر هي فكرة قديمة. كنت يعني فكر انه اخي انا لازم احكي، يعني شوف بيصير عندك شيء جواتك مع الوقت انه يعني ما عاد فيك تسكت يا اخي، يعني ما عاد فيك تسكت بانه يعني انت عم تشوف ناس. شوف، رح اوصف لك الحاله ببساطه. تخيل حالك انت صحيان وشايف ومارق بالليل يوم الاحد والعالم سكراني حواليك وعم يعملوا اشياء، فانت الصحيان انت عرفان حالك مالك شربان كحول او شربان كحول من يومين وهلا مالك متاثر بالكحول وشايفهم شو عم يخبصوا هن باللاوعي تبعهم، فبيصير اخلاقيا غصبا عنك عندك حاله انه بدي انصحهم، لا اخلاقي انك تتركهم وتمشي. هلا هذا الدافع كان كتير جواتي، والحقيقه يعني اكثر ما كان يزعجني ولا زال الاطفال، يعني الكبار صدقني ما عندي مشكله معهم، يعني الكبار مثلا اللي من 50 وطالع خلص اخي هذا 50 سنه غسيل دماغ كذا كذا كذا، صار بيهمني منه كشخص يا عم يكون انت زلمه منيح نظيف كويس مع جيرانك كذا كذا الى اخره، ما بكفي صلي وصوم واعمل اللي بدك اياه. لكن وانا كمان مالي ضد الدين بس كدين وكطقوس، انا ضد المنظومه الميثولوجيه هي اللي هي غير واقعيه بشكل عام. فانا كثير كان يحرق قلبي، ولهلا الأطفال الصغار هذا اللي أخذوا على المسجد واللي عم يحفظوا والبنتي المحجبين وما بعرف عمرها 7 سنين، وصرت لأنه كنت أتذكر حالي، يعني أنا أول لحظات اللي بوعاها بحياتي أنا عم بحفظ قرآن، أقدم من هيك بالذاكرة مالي متذكر، وأهلي بيبشروني إنه اللي أقدم من هيك بالذاكرة اللي أنا مو متذكره بالعمر الأصغر إنه أنا كنت أجمعهم وأعمل لهم خطبة جمعة، عرفت، متأثرا بالخطب اللي يروح فيه، عرفت، اجمعهم والحمد لله وكذا، وانا عمري مثلا 2.5 ولا 3 وانا حكيت صغير كتير، فاي بشروني يعني بهذا الموضوع. فهي النقطة كتير حازة بنفسي لانه مريت بمعاناة طويلة، معاناة طويلة بشخصي، ولانه انا شايف انه الكبح للحضارة البشرية كلياتها كان سببه الافكار هي الميتافيزيقية، ما سبب لنا كبح يا رجل انت متخيل انه كروية الارض مكتشفة ومثبتة ومحسوب قطر محيط الكرة الارضية من على ايام الاغريق ولا سنة 667 ميلادي او شيء من هالنوع اعدموا برونو مثلا، حرقوه، جاليليو اجبروه على كذا، انت متخيل انه كل الالفيات من السنين لسه لك في ناس شافت كروية الأرض؟ طيب أنت متخيل لو كانت عرفوا أثبتوا هي الحالة واقتنعوا فيها البشر، عم بحكي مثال أنا وفيك تعمموا على أي شيء، اقتنعوا بالمنهج العلمي لو على بداياته، يا سيدي المنهج الأرسطوطالي لو ببداياته اقتنعوا فيه وبعدوا عن المنهج الأفلاطوني والمنهج الميتافيزيقي هذا المثالي، قدي إحنا كنا عملنا قفزة، كنا 2000 سنة على الأقل هدول كبينا، أنا من هلأ مسكر لك 2000 سنة كنا وفرناها
يعني كنا هلا احنا عايشين لبعد 2000 سنه من هلا ببساطه. فالموضوع ما له هيك، احنا التخلف اللي عايشين فيه بمجتمعاتنا اليوم، او انت انظر لاي مجتمعات افريقيا واسيا وكذا واي مجتمعات، لازم تلاقي، وهي النقطه كنت من انا وصغير فكر فيها وما كنت افهمها كثير صح، انه في دائما تناسب عكسي ما بين الفكر الميتافيزيقي والديني، وما بين انه يكون الواحد ذو مكانه عليا او ذو مكانه ثقافيه واجتماعيه وكذا عليا. دائما يعني كل ما تدنينا مثلا من ناحيه كفقر او كجهل، او لانه هي ما دخل بهي، كفقر او كجهل، فانت حتفوت بتفشي رهيب للدين والفكر الماورائي والميتافيزيقي. كل ما طلعت لناس اكاديميين وناس علماء وناس مفكرين او لناس مسيطرين، فهن عندهم نقص بالفكر الديني. فالقصة واضحة، انا اللي بحارق قلبي موضوع الاطفال، فالفكرة تبعي كانت قديمة شوي، لكن اضطريت يعني على اني انطر شوية وقت لاني اولا اكون بمكان امن مبدئيا، ثانيا لحتى نهيت شوية امور بحياتي الخاصة اني احسن اخذ راحتي فيها بالحقيقة، عرفت كيف؟ بحس انه ما كتير يأثر علي كشخص. طيب ديفيد، شو مشاريعك انت؟ شو مشاريعك المستقبلية اللي عم تفكر فيها تساوي؟ هلا شوف، انا عم فكر في الحقيقة. تفضل. تمام. انا عم فكر انه هلا انا لساتني لهلا اخذ نفس المنحة القديم، انا ما فوت بجدالات فيسبوك ومنتديات ونوع من الكلام، لانه بحس انه هي ما لها قضية، قضية جوهرية وما حدا كتير لح يتقدم فيها من وجهة نظري. فأنا رح أخذ منحة أني استثمر سنوات البحث اللي أنا عملتها والكتب اللي لخصتها وهالأمور هاي اللي اشتغلت فيها واللي لساتني ماشي بهذا المنحة، بأني أعمل تبسيط أكثر للعلوم رقم واحد. يعني المشكلة في كتير من العلماء اللي هلأ إحنا مشهورين بالنسبة لنا، هن العلماء أخذوا على عاتقهم مهمة تبسيط العلوم. طبعاً أول من درج هاي الموضة هو سيغان، كارل سيغان. فهدول عم يبسطوا العلوم صح، يعني وقت عم ينشروا لك الكتب هاي اللي إحنا عم نقراها هي توازي إنسان وصلنا لمرحلة البكالوريا مثلاً في يفهمها، لكن مشكلة بكالوريا بأمريكا وببريطانيا مش بعالمنا العربي. فالمواطن العادي، عم حاكيك صراحة، فالمواطن العادي بمجتمعاتنا عم يمسكوا أخي كتاب البدايات بيسموه عفوا ديفيد للمقاطعة، بيسموه العلم الأدبي، خلينا نقول. تمام، هو نوع من تبسيط العلوم. أخي أنا ما حفوتك بتعقيدات بقى المعادلات وكذا، حأشرح لك يا بطريقة أدبية مثل ما تفضلت، كب كل شيء رياضيات على جنب وأشرحها كقصة. يعني مسيك مثلا كتاب البدايات لنيل ديغراس تايسون، عم يحكي لك حكاية، هو ماسك لك حكاية من بدايات الكون لهلا، وهكذا غيره من الكتب المعروفة. لكن المشكلة هي الكتب وقت عم يمسكها القارئ العربي العادي اللي هو ما له متخصص بالفيزياء أو بالكوزمولوجي أو بالبيولوجي أو بالسايكولوجي إلخ، ما عم يفهم عليهم، يعني حتى المصطلحات اللي عم يحطوها. فأنا ححاول أعمل شغلة أني أعمل تبسيط للتبسيط تبع هدول الكتب على منحين الحقيقة. منحة حيكون بتسجيلات فيديو، فنمسك قصة معينة مثلا سيحة نحكي عن الكوزمولوجي، نعمل عليها حلقات نشرحها بتبسيط أكثر بحيث يفهمها الشخص العادي اللي هو ما له فهمان كتير فيزيكس وقواعد الفيزيكس، بحيث انه بس يخلصها يروح يقرأ هذاك الكتاب. أنا مو انه ما بدي يقرأ، لا بدي يخلصهم ويروح يقرأ ويستمتع فيه ويفهمه. أو حتى التطور والعلوم، موضوع كتير مهم مثلا أنا لقيته وحبيته كتير، مثلا علم النفس التطوري كتير بيساعد الناس وبيشرحهم. وعلى المنحة الأنثروبولوجي لح أحاول كمان صير أعمل حلقات بتشرح مثلا هي قصص تدرج الأديان والثقافة الإنسانية، وأعمل هذا المزيج من كيف البشرية تطورت ثقافيا ومجتمعيا لو وصلنا للوضع الحالي، وتشوفوا هي القصة الجميلة بالتطور البشري، وكمان لح أعملها بشكل كتب. طيب يعني أنا بصراحة ديفيد أنا كتير معجب بأفكارك وبفكاحك، وأنا قدام الشباب أصدقائنا أنا يعني بتمنى أنك تنضم لحملة إجهر وتعملنا برامج لحملة إجهر. إلي الشرف صديقي، إلي الشرف. تطلبه يعني أنت؟ ما بيهمني، شوف أكيد بيشرفني يعني إن تم الحملة تبعك،
أو لأي حملة تانية. شوف أنا شخص يعني أكثر أبعد ما يكون عن الأفكار الرأسمالية والشخصية وكذا، فما كثير بيعني لي هي قناة شخصية لإلي أو غيرها، المهم نحن ننشر فكرة. أنا بيهمني الناس تتوعى يا جماعة، بيهمني إنه نعمل. شوف يا أخي، أوروبا ما تطورت والقصة واضحة لك وكلياتنا بنعرفها لك، وما بفهم كيف كنا يضحكوا علينا ونحن صغار. أنا أقول لك أخي، أوروبا كانت وقت الكنيسة مسيطرة كان اسمها العصور الظلام والعصور الوسطى وكذا، طب ما نحن هلأ الجامع مسيطر في مجتمعاتنا، يعني هي نفس القصة. وفعلا أوروبا ما تطورت إلا بعد ما حصلت الثورة الفرنسية، فبعد الثورة الفرنسية صار خلص في علمانية بالحياة وشالوا الكنيسة عن الدولة وبلش المنهج العلمي مع فرانسيس بيكون وكذا يطلع، فهون بلشت يتطوروا. لحنا ما في حل، لا يوجد حل، لأنه نتطور بمجتمعاتنا ونخلص. بدكم تخلصوا من القمع الديكتاتوري، بدنا نعمل هذا التطور. بدكم تخلصوا من الجهل، بدنا نعمل هذا التطور. بدكم تخلصوا من الفقر، بدنا نعمل هذا التطور. لا يوجد حل، لا يوجد حل صديقي. طوال ما لحنا عايشين بإنغماس بحياة ميتافيزيقية دينية، فلحنا حنضل عايشين بمجتمعات ديكتاتورية فقيرة جاهلة. واضح الموضوع. فأنا هذا بس بدي، يعني أنا اللي بيهمني إنه إذا أنا حسنت بالمستقبل يعني نير شمعة بس بهذا المسير، فهم العالم بس هي النقطة. أنا ما بدي أعطي معلومات، ما بدي، بيهمني بس فهم العالم هي النقطة. إذا الناس فهمتها فلحنا صدق بس يفهموا الناس. اليوم صارت الأمور سهلة، يعرفوا كل شيء. أكيد 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 أخ ديفيد، راح يفهموها بصراحة. مثل ما قلت أنت إنه ليش ما عم يفهموها، يعني أنا عندي مستغرب فعلا. تفضل. فعلا مستغرب، يعني القصة بتكون واضحة. لكن ليك صديقي، ما بلومهم، يعني أنا برجع لحالي. أنا مثلا وقت كنت طفل وكذا، يا أخي المنظومة الدينية كتير متماسكة، وشوف فيها دائما بمزجولك ياها مع الجهل. فيعني أنت بيخليك تكون جاهل، مجتمع جاهل فقير عايش بقمع ديكتاتوري سواء سياسي وديني واقتصادي. يعني شو متوقع أنت من شعب بس همه أنه أخي بس بدي أعيش، عرفت يعني؟ حق، انا ما بلومهم ليك. يعني انا اليوم صدقا، يمكن شوي، يعني هي الجمله لو قلتها تحتاج لشرح طويل، مو وقته هلا، لكن صدقا انا وقت، يعني اليوم كنت عم شوف فيديو لواحد حاطط ابنه بالسياره تبع داعش وراح فجر حاله الولد. صدقا انا وقت عم شوف هي الحالات، انا زعلان عليه. عم تفهم علي؟ انا زعلان. هذا وصلان لمرحله من غسيل الدماغ انه هو عم يفجر حاله. انت متخيل لوين؟ صح. انا زعلان عليه ومحتقر اللي علمه هيك، ما بزعل منه، زعلان عليه. هذا حرام، هذا مريض بده علاج. هو ضحايا، للاسف ضحايا. يعني مثل ما قلت انت، انا في عندي احد الاقارب، يعني ما بدي اسميه بالضبط، كبير بالسن يعني، فعم نحكي مرات انه ليش اوروبا هيك وهيك. بقول ان كويسين وهن جيدين وهن كل شيء، بس نحن يا اخي شريعتنا افضل، نحن دمنا انظف، مثل ما يعني بالضبط انه دمنا انظف من دمهم. يعني هذا الغسيل الدماغ وصل لهالمرحله هي. طيب ديفيد، شو هدفك من الحياه؟ هدفي بالحياه شغله واحده بس، اني انا وقت موت كون بس انارت شمعه بتحقيق نوع من النقلة بإني شوف، إذا حسنت حافظ على بعض الناس من غسيل الدماغ، هذا بيكون إنجاز عظيم. لأنه إذا حسنت بس إني نير شمع، خلي الناس تحس إنه يا جماعة أنتوا سكرانين، أنتوا عايشين يعني you are drugged. بس إذا حسنت فهم الناس هاي النقطة واتركهم، بس فهمهم هاي النقطة واتركهم، ما بدك أكثر من أكيد أكيد أخي ديفيد، راح يفهموا. والمستقبل الفضل يعود للملحدين، يعني مثل ما بقولوا اللي طلعوا لنا الإنترنت، والشباب صار عندهم الموبايل إنترنت ويشوفوه على الهواء مباشرة بكل شيء عم بيصير يعني. صحيح. طيب أخي ديفيد، هل أنت سعيد لخروجك من عباءة الأديان أم تفضل لو بقيت مسلما؟ أخبرنا عن الفرق بين الحياتين، تفضل. حلو السؤال، جميل. شوف صديقي، ما بخفيك، وقت أنت بتكون الفرق، في جملة ما لا أذكر من قالها، لكن الفرق ما بين المتدين
والملحد او اللاديني هو الفرق بين السكران والصاحي. انا بس هذا بقوله. فلا شك انه انت احيانا تكون سعيد شوف لحتكون سعيد بدماغك، يعني انت مخك هذا ما حيشتغل كثير، انت متدين لا تحتاج لاعمال العقل صدقني، يعني خلص اخي كل شيء الله عمله، انا فتحت محل وفلس المحل لانه مو كاتب لنا رزقه، ما بعرف عملت حادث بالسياره لانه امي مو راضيانه علي، الخ الخ، الفكره ميتافيزيقي هذا. فانت لا تحتاج كثير لانك تعمل عقلك بالامور. لكن انا لا انسى الفوبيا الرهيبه اللي انا كنت عايش فيها وانا مسلم، لانه لا ما كنت احسن اتخيل الله قد ما عم يحاولوا يجملوا لي الا انه هو هذا الديكتاتور، يعني هو مثال لحافظ الاسد بيديك الايام بالنسبه لي، يعني حافظ الاسد بسوريا والله بالسماء، هيك كان انا افهم النقطه تماما، ما كنت احسن اطلع من هي المنظور، يعني درس القوميه ودرس الديانه هن مثل بعض مع اختلاف توجيه بس، يعني اختلاف شخصيات، يعني كان مرعب، يعني كنت بتذكر اهلي يسمعونا كاسيتات من قبل ما يطلع القنوات وكذا، كاسيتات مثلا طويله عن اهوال يوم القيامه، عن ما بعرف شو هي عذابات القبر وكذا، ويعدوا يبكوا ما بعرف شو، وانا ابكي واتاثر يا اخي واتسطح بالليل، طيب ليه الله، يعني ليه الله يعمل فيني يا اخي، انا ما بدي يا اخي، ليه جبتني على هالدنيا يا اخي، اخي ما تفوتني على الجنه وتكون عم تعذبني قبل، انا هي الرعبه لحالها ما بدي اياها. فيكون الجواب تبعهم انه هي تبع طالعوا من نسل ادم واشهدتكم على انفسكم وقبل الشهاده، الا العلاك هذا اللي بيحكوا كانوا. ف ما كان يعني كان يزعجني، فخلص بالنتيجه انه اخي الله ديكتاتور. فكانت كثير فيلم رعب بالنسبه لي، يعني هذا الموضوع كثير فيلم رعب. ومع ذلك أخي أنت شوف، الفرق الوحيد أنه أنت وقت بتكون متدين لا تحتاج لأعمال عقلك، أنا هذا اللي بقول لك إياه. فالمتدين بيكون مرتاح من هذا الجانب فقط، لكن كذاب كتير اللي بيقول لك أنه أنت إذا متدين فأنت مرتاح لما بعد الموت، هذا الكلام مو صحيح، هذا الكلام مو صحيح. خليه يسمع أهوال يوم القيامة وأهوال عذابات القبر وأهوال كذا وسكرات الموت، وحتى بيحكوا لك انه محمد هو يموت قد ايه سكرات الموت صعبه، ويقولوا لك هي اخف السكرات وكذا وكذا، يعني فيلم رعب، فيلم رعب. فلا هذا الكلام مو صحيح انه انت لانه متدين فمرتاح لما بعد الموت، ما بظن هذا الموضوع كتير دقيق ولو جزئيا دقيق احيانا، لكن بيتعمق بالدين ما حيكون مرتاح لما بعد الموت، والا كانوا العالم كله يعني رغبوا انه يموتوا ببساطه. والدليل انه بتلاقي اغلب المتدينين، يعني ما نقول كلهم، اغلب المتدينين قيام الليل وبكاء وبكاء لا شعور بالذنب طبعا طبعا طبعا، هن ينظرون يعني قد ما حاولوا، ما بعرف قد ما حاولوا يخدعوا نفسهم انه هن يحبوا الله. لو ما نقوله ليك، انا في نقطه ما انا دائما بقولها، انه ما اقوله الان على الدين الاسلامي برايي ينطبق على جميع الاديان، يعني انا مو بس عم حدد على الدين الاسلامي، هي نقطة كتير مهمة الناس تعرفها، يعني مو هلأ إذا قاعد واحد يعتنق ديانة أخرى فيكون فرحان وعم يهلل، لا هذا الكلام ينطبق على الكل، إنه غير صحيح إطلاقاً إنه عم يوهموا نفسهم بإنه هن يحبوا الإله حب، هذا الحب الصوفي لا يوجد صديق، هذا الحب الصوفي اللي من غير كلام غير حقيقي، وهن مثل ما تفضلت يعني بس يعرفوا ليه هن عم يبكوا بقيام الليل وليه عم يعملوا التضرع والخشوع والكذا واهوال ونجينا ويا رب واحفظنا وكذا. فحتى انا كنت اساله وانا صغير، ليه الواحد بس يموت بتقول الله يرحمه؟ انت معناته باللاوعي تبعك متوقع انه الله ما حيرحمه، انت مشان هيك عم تدعي له بالرحمه، والا انت ليه مضطر تدعي له الله يرحمه اساسا اذا الله هو رحمن ورحيم؟ لانه متوقعين الله يغضب عليه ويشويه بالزيت يعني بس واحد تماما، بس واحد مات او كذا، انت حتقول الله يرحمه وتدعي له بالرحمه وتبكي له وكذا وكذا، وانت نفسك تخاف من الموت. هلا هو الخوف دافعه غريزي، لكن اذا عم نحكي بالناحيه الدينيه، انت ليه خايف من الموت؟ وانا بزماني بتذكر سالت والدتي هذا السؤال وقت توفى جارنا، والناس عم تبكي وكذا وكذا، ورحنا على الدفن وحتى انا نزلته، كنت من الناس اللي عم نزلوا على القبر، انه يعني رجعت على البيت عم فكر انه طيب ماما ليه نحن بنبكي على الميت؟ ما عم بفهم شو الفكره، طيب ليه نحن بنبكي على الميت؟ عرفت؟ هو مو راح على الجنه، طيب نحن ليه عم نبكي؟ عرفت؟ وفاتتني باجوبه وكذا، مسكينه تلبكت بالجواب يعني الى حد ما، لكن فعلا انت لو كنت مالك خايف من الاله فانت حتروح على الموت راكد بايديك ورجليك. هلا الفرق هذا
لكن بس انت صرت ملحد انت بالعكس ارتحت من مشكلة وكارثة ما بعد الموت. هي نقطة مهمة، بدل ما كان عندك أهوال يوم القيامة والصراط المستقيم والعذاب والشمس تدنو إلى الخلائق وإلخ إلخ، فأنت ارتحت من كارثة ما بعد الموت، لكن بالمقابل صار تركيزك هون على الحياة على الواقع، عندك أسئلة تشغل حالك فيها من هلأ لتموت، لا تنتهي ببحث جميل تتعلم فيه عن الدنيا كلها وتطورها، يكون نتيجة عملك فيه إلى عن جد نتيجة فعالة، مو مجرد ترتيلات وكلام فاضي. بالضبط، وممكن تحول حياتك الحالية لجنة، يعني بالعقل وبالتفكير. في عندي هون من الأخ رياض، مرحبا جان، تحية لضيفك ديفيد حبيبي. تفضل حبيبي، بسلم عليه وشكرا يعني لمتابعته لنا. اكيد اكيد اكيد، نحن نشكر اخ ديفيد. وانا بصراحة يعني انا اشجع اصدقائي، انا راح افتح سكايب هلا، فبتمنى من اصدقائي المتابعين انه يناقشونا ويتصلوا فينا وشان تكون الحلقة مثمرة يعني. أكيد بتمنى هالشي طبعا. طيب ديفيد، هل من الضروري أن يفهم الناس أنهم يعبدون وهما، وما الدافع الذي يجعلوك تريد ذلك؟ تفضل. أكيد ما في شك أنه من الضروري جدا أنك أنت إذا شفت واحد سكران تنبهه أنت سكران، هذا اللي فيني أقوله. من الضروري جدا واحد عايش بوهم بسكر يعني دراجد، يعني لا انت اذا شفت بالشارع واحد سكران ومفرط بالسكر تبعه مو لازم تنبهه انه انت سكران، يعني هذا دافع اساسي، لانه اذا ما بينتبهوا على هاي النقطه صدقني رح يعيشوا حياتهم كلياتها مثل ما هن بهاي الحاله من الجهل والفقر والأمراض شو بدك، أشياء وأمراض مجتمعية وحالة مزرية اللي عايشينها ما فيهم يطلعوا منها إذا ما اكتشفوا حالهم إنه هن عايشين بوهم إنه هن سكرانين. بس اتصال من الأخ جانو سوري. تفضل أخ جانو. تحياتي لك ولضيفك الكريم. أهلا وسهلا أخي جانو. شكرا اخي جون، شكرا لاتصالك، وانا كثير فخور فيك وباصدقائنا الملحدين الشجعان بصراحه اللي لا يهابون مثل ما بيقولوا كلمه لائم ولا يهابون حتى الموت اصدقائنا الملحدين. شكرا لك اخي جون. تحياتي. يعني بصراحه في انا يعني من شوي قبل ما ادخل على الحلقه في واحد كاتب لي شو الفائده من الاجهار، انا كتبت له الفائده انه ياكلوا بسكويت. يعني شو رايك انت بالسؤال هذا، انه شو الفائده من انه نجهر الحادنا؟ تفضل ديفيد. شو الفائده من انه الدكتور يجي يقول لك انت مريض؟ شو الفائده انه المهندس يجي يقول لك البنايه تبعك رح توقع لانه الاساس تبعك غلط؟ هاي هي الفائدة بأنه الملحد يجاهر بإلحاده، وخاصة إذا كان يعني يجاهر بإلحاده عن 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 قناعة وليس عن يعني إنه هو عارفان شو أنت عم شو هو عامل، هو فهمان المشكلة الحقيقية وين. بس ببساطة هذا الجواب، أنت لازم إذا شفت شخص مريض لازم تقول له أنت مريض، لازم، وإلا شو بتتركه يموت هيك بين إيديك؟ فما بالك إنه هو عم يموت وعم يموت الأكثر منه. قلت لك أنا اللي بيحرق قلبي أكثر هن الأطفال،
يعني وصلنا لمرحله انه اخي انت الكبير خلص اخي بدك تموت موت خلصني ما لي سائل، لكن الاطفال هدول هن لانه الاساس للمجتمعات القادمه. لا تمرض ليهم، لا تعديهم، لا تعديهم بالمرض تبعك. بس هذا هذا هذه الفائده بالضبط اخي ديفيد. يعني الاخ اللي سالني هالسؤال شو الفائده من اجهاض الحد، انا بقول له الفائده شو الفائده انه عم ننقذ اهلنا من الخراب اللي شايفينه والدمار اللي شايفينه والجهل والفقر وكل هالاشياء هي سبب الدين. هذا هو الشيء الاساسي اللي نحن عم نحكي فيه وعم نجهر بشان يا جماعه او اصحوا حطوا عقلكم براسكم، انتم سكرانين انتم مرضانين، والمرض يعني المرض بيؤدي للموت، ما في شيء غير الموت. يعني المرض ما بيؤدي لحياه رائعه وحياه سعيده، لا المرض بيؤدي للموت. ونحن في مثل ما بقولوا في سرير الموت سريري يعني للاسف الشديد. خليني اعقب نقطه على هذا الموضوع انه صديقي يعني احنا اليوم وضعنا احسن بكثير من اوروبا القرون الوسطى مثلا، وعندنا تجربه واضحه قدامنا عمرها 300 سنه تقريبا، واضحه تماما عاشتها اوروبا. اوروبا لم تتطور الا عندما نفت الفكر الميتافيزيقي، واضح الموضوع، ونفت الاديان ونفت هي القصص وتطور المنهج العلمي بالنتيجه. فلحنا قدامنا تجربه واضحه، حرام الناس اللي كانت عم تعاني يعني الناس اللي كانت تفكر مثلنا بهذيك العصور، وخاصه قبل ما يتطور العلم لليوم ويعطيك اجابات يعني اكثر مما تحتاج الحقيقه لتقرر هيك قرار. بهذيك الايام كان فعلا يعني وضع، انا برايي هذين كانوا الشجعان اللي اعلى بكثير من شجاعتنا اليوم انه لحنا عم نحكي. فالنتيجه حتشوفها قدامك، شو الفائده من انه تجهر بالحادك وتفهم الناس المشكله تبعهم؟ هي النتيجة اللي انت شايفها. اذا انت مثل ما لك اليوم عم تهرب لاوروبا لتلجأ لها، مثل ما انت الصناعات والطب وارقى يعني متطلبات الحياة على الاوجه الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و كلياتها بالدول مثلا العلمانية والدول اللي هي متبعة المنهج العلمي والدول اللي هي ما عندها فكر ميتافيزيقي وديني، فواضح الموضوع. فيك تقارنها، بس انت عود وعمل مقارنة ما بين أوروبا الكنيسة وأوروبا العلم، وانت فيك تعرف شو أهمية انه اليوم تحول الوطن العربي من وطن الجامع لوطن العلم. بس بالضبط بالضبط أخي جابد، يعني أنا الفكرة هي فكرة انه يا جماعة نحن وضعنا أفضل بكتير مثلا من اللي عملوا الحركة التنويرية وقضوا على العصور الوسطى وقضوا على الكنيسة في أوروبا. نحن عندنا أمثلة، ليس مثال واحد، يعني عندنا أوروبا بكل دولها ديمقراطية، وشايفين أمريكا وغير أمريكا. على كل حال عندنا اتصال من الأخ بشير. أهلا أخ بشير، أهلا وسهلا، تفضل. أخبارك؟ تفضل تفضل أخي بشير. عم بقول تفضل تفضل. طيب الأخ بشير ما هو سمعنا، بتمنى يرجع يتصل فينا يعني، وأنا بتمنى من كل أصدقائنا يعني حاولوا اتصلوا فينا، أعطونا أفكاركم، خلونا نتشارك الأفكار يا شباب، وهي أهم الشيء إنه نتشارك الأفكار ونحكي بصوت عالي. نحن هون، نحن ملحدين، ونحن اللي راح ننهي هالحروب هي الموجوده، ونحن اللي راح نغير، نحن اهل التغيير، ونحن قد التغيير، ونحن رجال التغيير. عم بيقول لي العفو منك، انا تلبكت مالي خبر انه نحن على الهواء، ولا يهمك يعني نحن اصدقاء نتناقش اخ بشير، يعني ما في المشكلة تلبك. الاخ بلاك بس بدي قال لي اشكرك جان على الحلقة رائعة، وتحياتي للضيف الرائع والحديث رائع. تفضل يا ديفيد. صديقي شكرا كثير اكيد لاصدقائنا اللي عم يحكوا. انا بس بدي اقول لصديقنا اللي يعني خجل او شيء، يعني احنا اصدقاء بس عم نحكي، يعني لحنا أصدقاء، والمشكلة إنه لحنا يعني لليوم لا يوجد لنا يعني منتدى مكان معين لحتى نعمل فيه اللقاءات الجميلة وهي الأحاديث اللي هي سببت النهضة
بالعصور يعني عصر التنوير وغيره بأوروبا. فبكل أسف فنحن عم نستعمل هذا الأسلوب الإلكتروني، يعني مو أكثر من هيك، الموضوع ما يحمله أكثر من هيك. و يعني أنا أتوقع وأنا متفائل إنه بالقريب العاجل نحن رح يصير عنا أماكن ومنتديات حقيقية على أرض الواقع نحسن نتحاور فيها حتى. طيب شكراً ديفيد. برأيك ديفيد شو هي الطريقة الأفضل إنه الناس تقدر تكتشف زيف الأفكار الغيبية، خلينا نقول؟ تفضل. أنا أشوف من خلال تجربتي الشيء اللي أنا اقتنعت فيه كالتالي. في عندك منحين، فيك تتبع واحد فيهم أو كلاهما. المنحة أنك تعمل دراسات إنثروبولوجية، تقعد تقرأ الأساطير، تقرأ الأديان، تقرأ تطور المجتمعات، تطور الفكر الإنساني، وشي من هذا القبيل، فبيبين معك تماماً بشرية الأديان. لكن هذا الطريق ممكن ما يخليك تقتنع بعدم وجود إله أو بعدم الضرورة لوجود إله لحتى تكون دقيق. الطريق الثاني هو الطريق العلمي، اللي هو الطريق العلمي بيركز أكثر على فكرة أنه أنت فعلاً ترى نفسك الإله هو إله فراغات. أنا كثير بعجب بالتسمية لأنه دقيقة، وأنت فعلاً لست بحاجة إله، وخاصة إذا بتدرس تطور العلم عبر التاريخ، مراحل اللي تطور فيها العلم لوصلنا فيها لليوم، فبتشوف كيف الإله بلش عم يخسر شوي 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 من مهامه عبر التاريخ. فهدول الطريقين أساسيين، ويفضل أن الواحد يعمل نوع من التكامل ما بين الطريقين، فبيكون وصل بطريقة بيرفكت جدا. الأشخاص اللي ميولا أدبية أكثر فيهم يأخذوا المنحة الأنثروبولوجي، الأشخاص اللي ميولا علمية أكثر فيهم يأخذوا المنحة العلمي، مثل ما عملك البيرفكت أنك تأخذ المنحين مع بعض، فبتوصل لقصة جميلة، بتصير عم تشوف قصة الكون كله من البيج بانج لحتى لما وراء اليوم بالمستقبل، بالحياة على الأرض بتطورها بمختلف مناحية العلمية، من ناحية بيولوجيا وحتى من نواحي الاجتماعية مع الأديان. قصة جميلة، الحضارة البشرية والكون قصة جميلة. صوتك مو موجود جان. أكيد أنا كنت خايف الصوت مشان في حال أي اتصال يعني. في أم أم، ما بعرف إذا ذاكر لي اسمه من قبل ولا لا، المهم ام ام عم بيقول نقطة أشار إليها الأخ ديفيد وهي الأطفال. إذا أردنا أن ننشئ أطفال على الطبيعة بدون دين، فعلينا أن نتخلص من الكتب الدينية التي تعلم في المدارس والجامعات، عندها سوف ينشأ الأطفال على الطبيعة الإنسانية الجميلة. في عنا كمان إبراهيم عم بيقول أعتقد أن هناك يجب تكرار تجربة الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني للتخلص من الإسلام. شو رأيك أنت بنقطة الأطفال يعني التعليم، بخصوص التعليم يعني مسألة التعليم، كيف ممكن يعني نغير التعليم بوجود هيك عقول عنا يعني للأسف؟ والله شوف صديقي، هذا يعني من أصعب الأسئلة، واللي أنا لا أدعي إني حسنت أوصل لجواب نهائي فيه، لأنه المشكلة ليست مشكلة المدارس فقط، المشكلة مشكلة منظومة فكرية متكاملة وتبدأ من الأسرة. يعني هي معضلة، وهي بتقودني أحيانا لشيء أنا يعني يسمى المعضلة الدائرية. فأنه أنت يعني لو ربيت وعندك نماذج، مثلا الجالية السابقة مثلا المسلمة خارج البلاد الإسلامية، هن جالية سواء بأوروبا بأمريكا بأستراليا whatsoever، هدول أشخاص عايشين بمجتمع مثلا ليس مجتمع مسلم، المدارس تبعهم ليس فيها ديانة أساسا ولا شيء من هذا القبيل، لكن الأسرة مسلمة. فعم يطلع عندك أشخاص وعم يكونوا أحيانا راديكاليين كتير، وفي منهم عم يروحوا لداعش وغيره لاحقا. فالمشكلة مو بس مشكلة المدارس، مشكلة المدارس مشكلة جزئية، المشكلة بمنظومة ثقافية متكاملة تبدأ من السلطات الحاكمة بالبلد حقيقة، لأنه أي سلطة حاكمة بالبلد هي بهمة أنه يكون شعبها عايش، وخاصة إذا كانت السلطات ديكتاتورية، أنا بقصد مثل اللي إحنا عايشين بظلالها، هي بهمة أن يكون المجتمع عايش بظل مستوى معين من الجهل،
حتى القوى العظمى بالمناسبة بهم أنه تكون الدول المتخلفة عايشة بمستوى معين من الجهل، لهو المستوى اللي كتير متفشي بالجهل اللي طالع لي داعش ويخلي الناس يصير عنده أمراض منتشية متفشية، ولا هو يكونوا ناس متعلمين ومثقفين ويكتشفوا السيطرة السياسية عليهم. فالمشكلة حتى السياسية ومشكلة بالأسرة، الناس اللي مؤمنة كتير بالعادات والتقاليد وما شابه، فالأسرة بتنبي. وعم أقول لك يعني أمثلة الجالية الإسلامية والمسيحية بالدول الإسلامية، يعني حتى بمجتمعاتنا الموضوع بسيط، عندها كتير خليط ببعض الدول، فهي عائلة مثلا شيعية بمجتمع سني أو العكس، عائلة مسيحية بمجتمع مسلم أو العكس، بتلاقي انه لا المشكله تبدا يعني مشكله معقده الحقيقه. ما فيني ادعي انه انا حسنت اوصل لحل نهائي فيها، كثير عم فكر فيها، ويعني انا يعني هي من الشغلات اللي اذا حسنت بعد سنوات اني لاقي فكره معينه متكامله لاني اطرحها، فبكون عملت انجاز عظيم جدا بحياتي. لليوم ما عندي فكره كامله، والموضوع ما له بالبساطه، قد ما حاولت انا فكر فيه وابحث فيه لحتلاقيه، يعني لا في مشكله من هون ومشكله من هناك وكذا. فاسف لليوم ما عندي جواب. اكيد على كل حال اظن جانا السؤال بنفس الـ اظن سوما شاين بتقول: مساء الخير استاذ جانا، وتحياتي لضيفك الاستاذ ديفيد، الحلقه ممتعه والحديث على مستوى ثقافي راقي جدا، بس لو سمحت عندي سؤال لضيفك. بما انه تحدث عن الأطفال وحزنه عليهم من الاتجاهات الدينية، بتمنى لو تعمل حلقة مع الضيف عن المقترحات التي ينصحنا بها لتربية الأطفال بدون الاتجاه الديني. طبعا أنا الأخت سوما لسه عم تكتب، أنا بتمنى تتصلي وتعبري عن أفكارك معنا وتشاركينا أفكارك. سوما يا بتمنى رجعت. وأيضا لدي سؤال آخر: ما رأيه بالعلماء الدين الحديثين مثل عدنان إبراهيم والكياني وذاكر الذين يقدمون الدين بشكل علمي، والذين أصبح لهم تأثير أكثر بكثير من المشايخ التقليديين؟ صراحة هون السؤال هذا أنا بس بدي أجاوب بكلمتين والأخ ديفيد يتبحر بالجواب. هالمشايخ هذول يا أختي هذول دجالين نصابين حرامية عم بيعبوا جيوبهم من وراء جهل العالم. فتفضل ديفيد. شوف صديقي، دائما وابدا عبر كل التاريخ، واذا بتدرس كل الاديان بتلاقي بمراحل الدين بيصير بيتفرع من بعد مؤسسه، واحيانا كثيره بيصير في عندك انفصال كلي بالديانات، تطلع ديانه وليده من ديانه سابقه. لكن بحالات اللي بيصير فيها تخبط، بحالات أنا بشبه مثلاً وضع الديانات اليوم عموماً بالوضع الحالي بالعصر الحالي، هي تماماً مثل نزاع ما قبل الموت لرجل يموت. شلون احنا بيورجونا بالأفلام واحد هو عم يموت وبيبلش بيخبط بإيديه ورجليه بيقولوا هي عم تطلع روحه، هذا التشبيه، هذا النزع أنا تماماً عم شوفه بالديانات عموماً. فهون بيبلش بيكتر عندك التيارات، في عندك التيار اللي هو التيار الأصولي بأي دين، اللي هو التيار اللي بيمسك لك الدين من أصوله، يتمثل بالإسلام بالسلفيين، ولو ما كانت السلفية الجهادية، السلفية العادية يعني أو الوهابية أو ما بعرف. نموذج بقى اللي بيصير بيحاول يعمل دمج، واللي أنا وقعت بفخه جزئيا بمرحلة من حياتي، نموذج الديانة المودرن. في عندك النموذج اللي عم يرصد المستقبل أكثر، واللي تأخرت شوي الديانة المسيحية لحتى عملته، لكن الديانة الإسلامية بلش يطلع عنده النماذج اكتشفوها، يعني فوراً إن انتواءاً بنفس الوقت تقريباً ما بين النموذج اللي يعني التطور هذا اللي صار بالمسيحية مع مقارينه بالإسلام، اللي هو هذا النموذج اللي عم يقعد يخترع تنبأوا للمستقبل. هدول الأشخاص اللي بلشوا يدخلوا العلم بالدين، وبالمناسبة أنا بحياتي لم يعني تنطلي علي الأفكار تبعهم حتى عندما كنت مسلماً من زمان. بهذيك الأيام يعني بداية ما بلشت أعرف زغلول النجار، وكان يحكي مثلاً شو اسمه راتب النابلسي، كنت أحضر دروسه مثلاً، هذا الحكواتي، فما كانت تنطلي علي الحركة تبعهم وحسة سخيفة. لكن الفكرة تبعهم وين؟ هدول أشخاص وجدوا أنه إذا لقينا ضلينا متزمتين بالعقلية المتحجرة السلفية،
فلحنا لح نموت، مثل ما ماتت كتير أديان عبر التاريخ. إذا لحنا عشنا بالطريقة المودرن، فهي الطريقة المودرن لح تعيش وقت بسيط جدا، يعني عقود قليلة ولح تموت، لأنه العلم مسيطر اليوم بشكل مرعب. فلقوا هن يتنبؤوا بهذا المستقبل وبلشوا يعملوا توائم، أو هو مستحيل يكون اسمه توائم، ما بعرف شو بدي اخترع كلمة، بأنهم يعملوا إسقاطات من العلم بالطريقة الدينية يعني. وهي مضحكة، مضحكة شو فيها، تنطلي ويحق أن تنطلي على الأشخاص اللي هن لم يدرسوا العلوم، وأنا بعترف بهذا الشيء، يحق أن تنطلي. يعني تعود تسمع مصطفى محمود من أبرز مين اخترع هي القصة بالبدايات، لحقوا زغلول النجار، لحقوا ما بعرف كيلاني كيالي، بعدين هذا عدنان إبراهيم وهكذا. هدول الأشخاص انت عود اسمع خطابهم، خطاب يختلف بالكلية عن الخطاب تبع هذا الشيخ الوسطي، يختلف بالكلية عن خطاب الشيخ السلفي. هدول بكل أسف الناس الجهلة ينطلي عليهم هذا الموضوع، الناس اللي ما بتدخل بالعلوم ينطلي عليها. وأنا أول مرة بحياتي بسمع، يعني أنا بعد ما خلصت من قصة الأديان صراحة يعني قطعت تماما الأديان والمشايخ وهذا الكلام كلياته، وخلص وانغمست بحياتي وببحثي وبأموري. أول مرة بسمع بعدنان إبراهيم كان بحوار لي مع أحد الأشخاص اللي عرف بإلحادي، وهو عايش ببريطانيا عندك، فعرف بإلحادي اللي يقول لا يا عمي أنت طلعت من الإسلام لأنه مالك فهمان كذا كذا، وصار يحكي لي كلام يعني مزعج، ويضل يقول لي على عدنان إبراهيم عدنان، يقول لك يا أخي عم تحكي هراء كذا. فأنا بتذكر انغمست بعدنان إبراهيم لوقت طويل، اسهر ليالي لتاني يوم عم بحضر محاضراته وخطبه وقصصه، و يعني هراء وذفة. صرت أقعد شوف مثلا مصطفى محمود، يعني هلأ مو أنا، لأنه أنا صرت أوريدي مثلا دارس داروين، قاري كتب داروين كلها وملخصها وحافظها بصم، دارس كوزمولوجي، قاري كذا. وقت هو عم يجي يحكي، عم يحكي بأسلوب العارف الفهمان الكذا، الأسلوب خطابي رهيب. أنا بقول عدنان إبراهيم أسلوبه خطابي فظيع، عم يحكي بهذا الأسلوب، ينطلي مسكين على الناس العاديين. لكن أنا عارفان ستوب، وقف عندك، أنت عم تحكي غلط، أنا قاري الكتاب هو ما حكى هيك، أو الفكرة مو هيك، أو أنا فهمانة هيك، أو أنت أخذ جزئية معينة. فمشكلة الحقيقة هدول الناس، وأنا بصراحة بيزعجوني أكثر من السلفي وهذا العادي. يعني السلفي أنك تحكي معه وتسكته وكذا، موضوعه بسيط دروشان هذا أبو الدقن وكذا، لكن هدول مزعجين، أنا بتضايق منهم. وهدول لازم الناس تنتبه، تنتبه كيف منهم؟ ببساطة موضوع كلمة واحدة، اتبع مبدأ الشك، مبدأ الشك اللي أنا حكيت عنه. أنت وقت بدك تتعلم عن دين معين، عن فكرة معينة، عن علم معين، لا تجي لعند أي شخص خارج هذا الإطار. بدك تتعلم عن مثلا الديانة المسيحية، روح اقرأ مسيحية الشيخ المسلم. يعني أنا مثلتها مرة بمثال بسيط اللي حقوله بعجالة، يعني اللي احنا بنستعمل هي الأمور بحياتنا اليومية جان. يعني أنا بدي اشتري، محتار ما بين موبايل آيفون وموبايل سامسونج، كويس؟ فهل من المنطق انه انا اروح على شركة سامسونج وقل لهم شو رأيكم بموبايل الايفون، وروح على شركة ايفون واسألهم على موبايل السامسونج؟ اما المنطق واللي بيعمله الواحد الطبيعي فينا، بروح على شركة سامسونج باخذ بروشورات بعرف موبايلاتهم ومواصفاتهم، بروح على ايفون كمان بعمل دراسة على موبايلاتهم ومزاياهم وبقرر. انت استعمل هذا الاسلوب، بس انت وقت عم تلجأ لرجل دين ليشرح لك عن العلم، انت عم تعمل هي المغالطة اللي حكيتها. يعني للأسف بصراحة مثل ما قلت، بس في شغلة مهمة ديفيد، يعني ما بعرف إذا بتوافقني عليها ولا لا. يعني هلا مثلا خلينا نقول جمهور الشيخ عدنان إبراهيم، هو أنا سمعته كتير يقول أنا أحضكم على التفكير، تمام، ويعطيهم هو حفظان مصطلحات. يعني بصراحة لا يفقه شيء لا بدل نظرية التطور ولا بنظرية البطيخية، وهذا كله علاك مصدي بيرك عم طبق حكي وعلى حكي. بس في شغلة مهمة انه عم بيقول لأتباعه فكروا. فهل هل 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 الشخص اللي بيرك عم يسمع على عدنان إبراهيم عم بتزن بمخه هالمصطلحات اللي عم يذكرها، وعم بيقول له فكروا، وبشكل يناقض خلينا نقول الخطاب السلفي أو الخطاب المتزمت أو الخطاب اللي كتير متشدد؟ فبالنهاية بالنتيجة هو نفسه عدنان إبراهيم ومن لفه هني عم بيهدموا الدين من حيث لا يعلمون. يعني هدول أتباعه
بخلال 3 4 سنين عم بصيروا ملحدين، وشفنا من نماذج منهم صراحه. شو رايك انت ديفيد؟ شوف، انا هذا الموضوع كمان كثير اثرني وفكرت فيه كثير، وصلت لنتيجه، عملت حلقه على قناتي، ما بدي اطول كثير بشرحها، لكن رح اقولها ببساطه. هذا الشخص اللي عم يجي، انا شبهت، يعني رح احكي له بالدقيقتين ثلاثة الفكره العامه تبعي، انا شارحها بساعه واكثر من ساعه بقناتي، اللي بيحب يستزيد يشوفها. انا شبهت الدماغ بانه هو عباره عن 3 اقسام، قسم هو قسم الغرائز عموما، وقسم اللي هو الذاكره، وقسم المعالجه. هلا اللي عم يعملوه العالم شني عن قسم الغرائز، هذا على جنب. اللي عم يعملوه هدول الاشخاص مثل ابراهيم وغير اي فكر ديني على الاطلاق، اللي عم حتى رجل اللي يعني حتى هذا اللي حكى يا اخي على الارض المسطحه، هذا اللي بتتذكره طلع السنه الماضيه مثلا وقال لك نحن مسلمون ولدينا عقول ونفكر. ما حدا بيجي بيقول لك لا تفكر. هلا في ليميتس معين بيصير بيقول لك اذا فكرت اكثر من هيك هذا الشيطان عم يوسوس لك وحدود للدماغ، لكن ما حدا بالعالم بيجي بيقول لك اسمع كلامي ولا تفكر، لانه هيك يعني ما حدا حيرد عليه اساسا. نحن خلق يعني نحن يعني ما يميزنا عن غيرنا من الكائنات الحيه انه نحن نفكر، كائنات تفكر. فالفكره اللي بيستعملها عدنان ابراهيم وغيره هو بيملي لك حزمه قسم المعلومات بالهراء تبعه، جايب لك مثل عدنان ابراهيم، جايب لك اخي المقارنات. يا عمي انت ليش هتروح تقرا؟ اي هلا اخي انا زلمه بدي اجي اتعلم عن العلم، بيجي عدنان ابراهيم كتر خيره قاعد دارس العلوم ودارس فلسفه العلم، وبيقعد بيسردني انا محاضرات وحاكي فيها باسماء فلاسفه ومصطلحات وكتب علميه، حاكي باسماء مجلدات وقصص. انا كشخص عادي اذا بصفهم يعني انه انا بدي مثلا 5 سنين لاقرا كل هذا الكلام ولاوصل لنتيجه، فخلص انا باخذ الفكره تبعه وهو بس يخلص يعني غسيل الدماغ تبعه او املاءه بهذا المحتوى اللي هو بده يمليني اياه، بيجي بيقول لك فكر. تماما الاسلوب اللي بيستعمله اي دكتاتور، حتى الدكتاتوريات السياسيه بيعبوك دروس قوميه معينه او فكريه سياسيه معينه، بيغسلوك تماما وبيجي بيقول لك فكر شو رايك هلا. طب انت اذا بدك تفكر تفكيرك بناء على شو؟ بده يكون على بناء على معلومات، يعني البروسيسينج بده يعمل بروسيس لمعلومات. معلوماتك منين جايبه؟ جايبه منه، فقطعا رح توصل للنتيجه تبعه الا اذا واحد فلت من هالموضوع هذا واكتشف انه هي اللعبه اللي انا هلا عم اقولها، وراح ارى لحاله فحيكتشف الوراء تبعه. اظن 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 الاغلبيه، يعني انا بصراحه اللي سمعت كثير ملحدين انه بالنهايه كان عدنان ابراهيم والمدرسه تبعت عدنان ابراهيم هي المنقذ، انه هي هذا هو الدين الصح. بعدين لما بذكر هالمصطلحات الناس بصراحه الناس بتفكر، الناس عاقله يعني. والشيء الجيد ديفيد انه اساليب البحث صارت سهله كثير. يعني اليوم عدنان ابراهيم عم بيقول لك الفيلسوف فلان، يا اخي اوكي هاي اسمه، حطيته بدقيقتين حطيته على جوجل، لا بدي ادفع فلوس مثلا اروح اشتري كتب ولا بدي مقالات صغيره. فالطريق التفكير صار سهل، طريق البحث صار سهل، فلذلك هم انا باعتقادي برايي الشخصي انه هم بيهدموا وبيخربوا بيتهم بايدهم. يعني اتمنى ذلك. تفضل. اتمنى ذلك. أنا متأكد من ذلك. يعني أنا بصراحة يعني كثير متفائل للمستقبل، والإنترنت فتاح العقول مثل ما بقولوا، وأنا متأكد وكثير من أصدقائنا يعني، أظن أنت كمان مثل من هالأمثلة. يعني إذا بتلاحظ مثلا قبل 10 سنين مانك الشخص اللي أنت هلا، يعني وكله بفضل الإنترنت وبفضل وسائل العلم الحديثة خلينا نقول. طيب ديفيد، كيف بتقيم حملة إجهر؟ شوف، هي حملة شجاعة، حملة شجاعة وإجت بوقتها. يعني لحنا إذا فيني أقول أنا إنه أوروبا يعني كانت الثورة الفرنسية مثلا هي مو إذا فيني أقول هذا الواقع، يعني إذا كانت أوروبا تطورت بسبب الثورة الفرنسية فمجتمعاتنا العربية تحتاج ثورة. والثورة المشكلة يعني ما ثورة غوغائية، ثورة غوغائية تجلب خراب حقيقة. فأنت بدك ثورة فكرية توازي مثلا شيء مثل الثورة الفرنسية. لحتى توصل لهذا الشيء
بدك يبلش ناس تحكي والناس بتخاف والقصة بتصير مثل الدومينو. يعني أنا أذكر قلت لك يا هو بتوقع كلياتنا اللي يعني كل الملحدين قبل يعني اللي هن من أقدم من 5 سنين ولورا يعني الواحد فينا يفكر حاله هو الوحيد بالعالم اللي عم يفكر بهي الأفكار وتجي هي القصص. اليوم الموضوع كتير سهل، اليوم الموضوع كتير بسيط، عندك فيسبوك، قنوات، يوتيوب، يعني الجهل أصبح يعني قرار شخصي. والمهم بالموضوع بما أنه الناس يعني مسكينة وتتعرض لأن تبني أفكارها وآراءها بأسلوب شو عم تتعرض لرشق من الإعلام، خليني أقول، فيفترض أنه يبلش يطلع منابر إعلامية معينة. يعني الدين الإسلامي يعني شوف صار مثلاً نهضة كبيرة بالدين الإسلامي من وراء القنوات الفضائية اللي صارت بالدين الإسلامي. يعني سوريا من زمان ومصر من زمان بالسبعينات let's say لم يكن الشعوب متدينة بالشكل اللي هي عليه بالفترة مثلاً اللي بلش فيها فضائيات ومشايخ من أنواع مختلفة تجي وتروح. فالإعلام كتير مهم، الشعب كتير بيتأثر بالإعلام، فلازم يبلش يطلع منابر إعلامية تخلي الناس تقول إنه لا أنت مالك عم تفكر هيك لحالك، لأنه صدقني أعداد مخيفة من البشر عم تفكر وفكرت مثل ما إحنا كنا عم نفكر، لكن بيطلع حواليه مثل ما أنا كنت أطلع حوالي، يعني إنه مو معقول هذا الحكي، مو معقول كون أنا الوحيد. فالموضوع بده يبلش يصير مثل الحجارة الدومينو تقريبا. وأنا بقول يعني إنه أشجع الناس إنه يبلشوا اللعبة بأولها، يعني إنه بعدين خلص بدها تأخذ القصة بي. فأنا بحييك وبحيي أصدقائنا التانيين مثل إسماعيل، يعني أنتوا عم تعملوا أشياء كتير مهمة الحقيقة، أخذتوا خطوات جريئة، وأنا بعرف قد الموضوع بيأكل جهد وتعب وجع راس يعني وقت لحتى الواحد يقوم فيه، لكن هو ما في مناص، لا مناص من إنه نبلش بهذا الطريقة. وإذا وكل ما بلشناها بشكل أسرع كل ما حنساعد بتقدم مجتمعاتنا بشكل أسرع عن طريق دحض الخرافة والميتافيزيقا عموما عند الشعب. فيعني يعطيكم العافية وأكيد برافو عليكم. شكرا أخي ديفيد، شكرا. طيب يا ديفيد، يعني برأيك المستقبل المنتظر هالملحدين نحن ماذا ينتظرنا المستقبل؟ نقول 10-20 سنة تاني، شو كيف بتشوف شكل الشرق الأوسط مثلا؟ كيف بتشوف واقع الفكر الغيبي، واقع الفكر الحادي العلمي، خلينا ما بدنا نقول الحادي، الفكر العلمي كيف بتشوفه عنا خصوصا يعني بالدول الإسلامية عموما؟ شوف جان، لو سألني هذا السؤال قبل 5 سنوات أو 8 سنوات أو 7 سنوات كان جوابي لحيكون كتير نظرة سوداوية، لكن اليوم بسبب يعني الانتشار الرهيب مثلا الصفحات العلمية على الفيسبوك، يعطيهم ألف عافية كلهم شو عم يشتغلوا شغل مخيف. الصفحات اللي مثلا عم تشرح هي الامور، الصفحات اللي عم تنشر عن الملحدين، الصفحات اللي عم تحاول تضحض الخرافه بمختلف اشكالها بمختلف الديانات، لجرائد شخصيات مثلكم اللي بلشتوا بهي القنوات على اليوتيوب كلياتكم، هذا الموضوع بيعطي اكيد بارقه امل فظيعه. وانا يعني متعجب الحقيقه من التسارع اللي عم تشوفه، بانه واو، يعني انا ما كنت متخيل يكون في ناس عم تفكر وناس عم تدور. يعني مثل ما قلت لك كنت فكر انه انا لحالي، تعرفت على واحد تاني مفكر نحن اثنين بس، لكن بيطلع لا، نحن نسبه كتير كبيره من المجتمع، الناس عقلانيين بانتشار اليوتيوب والفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. وانا واثق انه خلال يعني سنوات بسيطه رح يصير في قنوات فضائيه حتى تعمل هذا الموضوع، وأنا واثق أنه رح يصير في تنظيم من نوع ما بالنسبة للمثقفين وللناس العلمانيين والملحدين واللادينيين إلى آخره، يعملوا تنظيمات معينة وندوات ومحاضرات وإشياء من هالنوع، ويصير إلى نوع أكثر تنظيما. فلا أكيد يعني لح تشوف شرق أوسط مختلف بالسنوات القادمة، على المدى عقود من الزمن أكيد الموضوع ما بيصير، ما فيك تعمل ثورة فكرية بسنوات بسيطة، طبعا ما له منطقي هذا الكلام. اللي حيصير وهذا الشيء يعني حتى على مستوى العالم كله
اللي حيصير دائما انحسار وموت للفكر الديني وانتشار اكبر للفكر اللا ديني او الفكر الواقعي او الفكر العلمي. هذا الشيء انا شايفه تماما مثل ما اللي شايفك على السكرين هلا قدامي. بكل تأكيد ديفيد، بكل تأكيد. يعني هذا هي وجهة نظري الحقيقية، انه خصوصا يعني الثورة الفكرية مثل ما قلت ما بتجي بسنة بسنتين ثلاثة، ولكن يعني في انه اليوم شغلة كثير نحن مستفيد منها هي الانترنت، يعني هي اللي بدها تخلي تسرع البروسيس كثير. طبعا ما في شيء، العملية تسرع بشكل يعني لحنا محظوظين جان لحنا محظوظين اكثر ما تتخيل. يعني قد ايه لحنا يعني كل واحد فينا يعني مارر بقصص مخيفه بواقعنا مزعج كذا، لكن لحنا محظوظين اكثر ما تتخيل، لانه بين ايدينا ادوات قبل 30 سنه وقبل 20 سنه ما كانت بين ايدينا الناس اللي قبلنا. كثير بحس بنفسي شخصيات مفكره مهمه بالعالم العربي يعني عاشت، وفي منا كثير مات وما له مسترجي يحكي فكرة أو يحكي كلمة. يعني موضوع كتير مزعج. نحن اليوم بين إيدينا كتير أدوات، وكل ما تعاضدنا بين إيدينا أكثر وكل ما كترنا، يعني في عنا مثل بيقول كترة غلبت الشجاعة ولا ما بعرف شو، فإحنا كل ما تكاثرنا لح نغلب شجاعتهم والقمع تبعهم. يعني أنت وقت شو بيقول لك؟ قال لك يا فرعون مين فرعنا؟ عنا هذا المثل بالشامي. فأنا هاي النقطة اللي لمستها بحالي، واحدة من الأشياء اللي خلتني أحكي يعني بالنتيجة، وخاصة وقت أنت تكون إنه خلص أنا عرفان إنه أنت يعني عم تتفرعن علي بس من دون مبرر، مالك ماسك منطق عم تحكي فيه، منطقك هراء، ليس بين إيديك أدوات علمية، أنا اللي بين إيدي الأدوات وأنت عم تتفرعن. فقال له يا فرعون مين فرعنك؟ لحنا لازم بس يكون عنا شجاعة. أتوقع وهذا الشيء عم نشوفه بده يصير خسائر بكل أسف، يعني في ناس عم تنسجن وناس ما بعرف عم تنفى وناس كذا، هذا الشيء متوقع ومعروف وصار، بس في ناس عانت، يعني الناس اللي عملت الثورات الفكرية اللي قبلنا عانوا من أشنع من الشيء اللي ممكن اللي احنا نعاني اليوم. يعني في ناس عانت، في خسائر بدها تصير، لكن هي الخسائر هي خسائر مشرفة أكيد. وأنا قلت بإحدى حلقاتي إنه المثقف والإنسان المفكر وكذا اللي بيوصل همه لتغيير مجتمع ما عنده مشكلة يموت كرمال هي القصة تبعه. فلحنا ناس بتوقع لازم يكون عندنا هي الشجاعة ونحمل هي الرأي لحتى نساعد ونعالج مجتمعاتنا فكريا. بكل تأكيد ديفيد، بكل تأكيد. ونحن دعسنا الخوف تحت جرينا ورمينا ورا ظهرنا، وما لنا خايفين من مجموعة بهاليل للأسف. يعني وهن ليسوا شجعان، يعني هن بصراحة ليسوا شجعان، هن العدد الكبير هو اللي بيشجع بعضهم بعضا يعني فقط، وعلى هراء وعلى وهم على خرافة للأسف الشديد. يعني ونحن مثل ما قلت، نحن بيدنا العلم، ونحن بيدنا العقل، ونحن الممكن نغير التاريخ، وراح نغير التاريخ بكل تأكيد، بكل تأكيد. أنا متأكد من هالشيء إنه راح نغير التاريخ والأفضل، ونجعل مستقبل مزهر لأطفالنا وأحفادنا. طيب أخي ديفيد، كلمة أخيرة بتحب توجهها للجمهور للناس، تفضل. الكلمة اللي دائما بقولها للكل أصدقائي، ابحثوا قد ما فيكن، اعملوا حياتكن هواية بإنكن تبحثوا وتدوروا عن المصادر، دوروا على أي شيء بدكن تتعلموه أو تعرفوه أو عندكن شك فيه من مصادر الحقيقية، شكوا بكل شيء قد ما فيكن. وكل واحد عنده قناعات معينة، عامل أفكار معينة، عنده فكر يختلف عن محيطه شو ما كان، يعبر عنه. لحنا بشر، لحنا من حقنا انه نحكي اي شيء ببالنا. يعني الامم المتحدة بقانون حقوق الانسان وكذا يكفل للجميع حق انهم يحكوا. بكل اسف بس بدنا ناس شجعان، نكسر حاجز الخوف اللي انا كنت جبان لوقت طويل بحياتي بعترف، وعانيت جدا نفسيا من هذا الجبن تبعي كان بإني أنا أحكي الشيء اللي براسي. لا، لازم كلياتنا نحكي، كل ما صرنا أكثر، كل ما حسننا نوصل أفكارنا أكثر ونتناقش فيها بطريقة علمية أكثر، ويكون إلنا نحس حياتنا إلى قيمة. يعني وقت لحنا عم نعيش على الهامش، يعني بس مجرد ناس نردد كلب ببغاءات مكرهين الأشياء اللي لازم نرددها،
فنحن ناس عبارة عن رقم حنجي ونروح، حياتنا بيكون لها قيمة حقيقية وقت نحن منعبر عن فكرنا باللي بدماغنا هون، عن الأشياء اللي نحن عم نعتقدها ونطور حالنا بهذه الطريقة. بالضبط، شكرا لك أخي ديفيد. على كل حال أنا بشان قناة الأخ ديفيد أنا راح أحط لينك للقناة، رابط للقناة اللي نشر عليها فيديوهات الأخ ديفيد، وبصراحة أنا أنصح كل أصدقائنا أنه يزوروا قناة الأخ ديفيد ويشوفوا، بصراحة إبداع إبداع. يعني أنا كتير فرحان أنه في شباب مثقف بهالشكل هذا موجود عنا وبدأ يحكي وبدأ يطالع صوته ولازم الناس كلها تسمعه، وأنا متأكد يعني راح يغير في حياة كتير من الناس. وأنا كمان لسه يعني مثل ما بقولوا يعني اليوم أخذت وعد من أخ ديفيد أنه يعملنا حلقات لمشروع إجهر ولحملة إجهر، ومثل ما بقولوا ويلكم بحملة إجهر أخي ديفيد، وأنا بحييك وبحيي شجاعتك، ويعني بصراحة ما أسبيشلس هلا، يعني ما بقى عندي كلمات تعبيرية أقدر أعبر عنها بصراحة. تفضل. الشكر كله لك أخي جون، أكيد يعني أنت كنت واحد من الأسباب اللي خلتني عجل بإني أعمل ظهور الحقيقة، يعني هي نقطة أنا ما ذكرتها من قبل، يعني كان عندي فكرة أنه بدي أطلع وبدي أحكي، لكن حملة إجهر يعني كنت أنا مأجل الفكرة تبعي لبين ما يعني ركز بعض الأمور أكثر ويصير عندي إضاءة وتجهيزات معينة. الموضوع كان بده ياخذ شهور أطول، لكن أحدى صديقاتي بعثت لي لينك ل احد يعني احاديث اللي كنت عم تعملها، وكنتوا عم تدعوا للموضوع وانه طلعوا احكوا يا ناس وعبروا كذا وكذا. فصدق يومين او ثلاثه انا خلص يعني الكلمه تبعك عم تدور براسي، وهي كانت عامل اساسي بانه احكي، وبتوقع انه حتكون عامل اساسي انه تساعد ناس كتير يطلعوا يعني يعملوا شجاعه ويحكوا الافكار اللي براسهم. وصدقوني يعني القصة بتكون صعبة بالبداية، لكن الواحد بس يحكي بحس حاله بلش يعمل شيء، سعادة جميلة بس تحس حالك انت اثرت بواحد من الاشخاص. يعني مثل انا مثلا وقت عم بحكي قصة حياتي او انت او مسكوا اي قصة حياة اي شخص، بتلاقي بيتذكر من 10 سنين او من 20 سنة مشهد او كلمة قالها لشخص معين غيرت حياته، انا حكيتها واي شخص فينا مر بهي التجارب. كون انت واحد من هدول الاشخاص اللي لك اثر بحياه غيرك من الناس، واكيد رح يكون في يعني لي يعني اتشرف باني اطلع اكثر من مره معك جون جان بحلقاتك هي، وبتمنى اكيد يصير فائده للجميع من هي الاحاديث. اكيد اخي ديفيد اكيد، وانا اشجع كمان يعني كل الشباب اصدقائنا، يا شباب اعملوا فيديوهات طلعوا واحكوا ساووا، يعني حتى يعني على قدر إمكانك قدر إمكانياتك، يعني المهم تحرك، خلي مثل ما بقولوا عنا بالحركة بركة، يعني خلونا نتحرك نساوي شيء ونقدر يعني بصراحة ما في أسوأ من وضعنا، يعني شايفين أهالينا شو عم بيصير فيهم، عم بتقتلوا عم بتذابحوا، الفقر عاميون، الجهل عاميون، يعني ما تمشي. وبعدين يعني إذا ما تحركنا هلا أيمن نتحرك، يعني أظن راح نموت ونصير جثة هامدة يعني إذا ما تحركنا للأسف الشديد. أنا بشكركم أصدقائي وبشكرك أخي ديفيد، وموعدنا في حلقات أكيد قادمة، راح نسوي حلقات كمان مع بعض أي ما عدا حلقات اللي راح تكون دعم لحملة إجهر حضرتك طبعا. فموعدنا أكيد، وأصدقائي بكرة راح نلتقي مع ملحد تونسي عن علمنة المجتمع، فبنفس الوقت يعني نتمنى تكونوا معنا وتابعونا ونشوف وين توصلنا الأمور. شكرا لك أخي ديفيد، شكرا لكم أصدقائي، إلى اللقاء، تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.